أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي لكشر 5 في الكيدني، ودي خاصة بإذن الله باللوب أوف هنل والووتر إكسكريشن. نتوكل على الله. كعادتنا بنحب نبتدي بالمالتيبل تشويس كويشنز على المحاضرة السابقة. Let us start. صاحب عاوز الورق عدل شوية. السؤال الأول regarding sodium reabsorption at the proximal tubule. طبعا هنختار الإجابة الصحيحة. It's secondary active. لا، هو it's primary active reabsorption. هل it occurs in the late اللي هو the second half of proximal tubule؟ لا، it occurs in the first half, the early part. ال C chloride is reabsorbed by co-transport with sodium. لا، ال chloride is passively reabsorbed، مش co-transport. co يعني مع، ده زي الجلوكوز الأمينو أسيد وخلافه. Nearly two-thirds of filtered sodium is reabsorbed. دي صح، لأنه 65% يبقى تقريبا two-thirds، يبقى واحد D for daddy. 2 regarding sodium reabsorption in thick ascending limb of loop of Henle. It occurs by passive reabsorption. لا، passive reabsorption ده في thin ascending limb of loop of Henle. It results in seam port of potassium and chloride and anti-port of hydrogen. إجابة صحيحة، B for baby. فعلا في سيم بورت، بناخد مع كل واحدة صوديوم واحدة بوتاسيوم واثنين كلورايد، وقصاد كل واحدة صوديوم بناخدها بنطلع بنسكريت واحدة هيدروجين، يبقى دي صحيحة. Only 5% of filter sodium is absorbed. لا، 25%. All of the above are correct. طبعا لا. Sodium reabsorption is increased by all except. السؤال الثالث، estrogen صح بيزود sodium reabsorption، angiotensin 2 بيزود sodium reabsorption، endothelins ده بينقص، يبقى هذه الإجابة المطلوبة C for cat. السؤال الرابع regarding glucose reabsorption at basal border of proximal tubule it occurs by facilitated diffusion. صح، at basal border. At luminal اللي هو apical border of proximal tubule the glucose carrier is sodium dependent. صح، يبقى بي صح. TMG in adult male 375 milligrams per minute. صحيح، دي all of the above، يبقى الإجابة صحيحة all of the above. Regarding glucose reabsorption it occurs in all segments of the nephron. لا طبعا، هو في ال early part of the proximal. All nephrons have the same power of glucose reabsorption. لا طبعا، في عندهم minimal power زي بتوع renal threshold و maximal power زي TMG. renal threshold 300 milligrams per cent. لا، في ال venous 180، في ال arterial 200 milligrams per cent. glucose absorption stops if sodium reabsorption is stopped. definitely، لأنه هو secondary active للصوديوم. وعليه الإجابات، السؤال الأول D for daddy، الثاني B for baby، الثالث C for cat، الرابع والخامس D for daddy. طيب نتوقع الله، نبتدئ حديث الماء. فأنا بحب أقول لكم أنه حاجتين لطاف بنبتدي بيهم يا أولاد، أن المية والجاسز اللي هو exchange ده لانه كميه كبيره جدا، فزي ما هم في الطبيعه ما بندفعش فيهم حاجه لا في الميه ولا في الهواء، كذا في الجسم لا الجاس اكتشينج ولا الووتر ريابزوربشن اور اكسبريشن بيحصل برضه بسيمبل ديفيوجن، يعني باسيف ما بندفعش فيهم حاجه. وتملي حتى بقول ساعات طلبه بيتذكروها بجمل معينه، فطول عمري بقول في اغنيه مشهوره ليلى مراد بتقول المايه والهواء. خلاص، فاوعى تنسى
المية والهواء واحنا الاثنين سوا. المية والهواء، المية والهواء في جسمك passively، ما بتدفعش فيهم حاجة. مش بس passive، simple diffusion تعبير أصح. يعني diffusion مش محتاج حاجة خالص، لأنه الفاسيليتيت الديفيوجن كان يبقى محتاج إلى كارير، إنما ده by simple diffusion. طيب نتوكل على الله ونبتدي. stage 1 نيجي الاكسكريشن اوف ووتر. احنا في اليوم بن اكسكريت حوالي رينج ممكن من نص لتر 500 مليلتر. اقل من نص لتر الكيدني cannot perform its function، باقل من نص لتر في اليوم. ده الحد الادنى. يعني العيان يا ولاد اعلمكم معلومه جميله، اللي بينزل اقل من نص لتر، اللي بنجمع له اقل من نص لتر في اليوم، نعتبره ده عنده رينال فيلير على طول كده. الكيدني كان نوت بيرفورم اتس فانكشنز، ما تقدرش تنزل الويست برودكتس في اقل من نص لتر. فاقل حجم البول هو نص لتر. ده لما تبقى انت سيفيرلي ديهيدريتد، يعني مفيش ميه خالص، جفاف. وفي الحاله دي بيبقى البول تركيزه عالي جدا يا ولاد، 1200 ل 1400 ملي ازمول، تمام؟ بير لتر. وطبعا ممكن ما نكتبهاش بير لتر. طيب اقصى حجم كام بقى ممكن تنزل؟ 23 لتر و300 سنتي، خلاص. وفي الحاله دي هينزل البول مخفف جدا، من 50 ل 100، يعني متوسط 75 ملي ازمول بير لتر. انا حتى دي اولاد كل حاجه عندي طريقه لطيفه في حفظها. يبقى ما هو اعلى تركيز البول وما هو اقل تركيز البول؟ اقولها لك بطريقه صعب تنساها. كلنا حافظين ان البلاد اوزمولاليتي 290 تقريبا للتقريب، الرقم الاقرب 300 ملي ازمول بير لتر، 300 ملي ازمول بير لتر. فاقصى تركيز للبول يا اولاد افتكروها اربع اضعاف البلاد، 1200، ال 1200 اربع اضعاف 300. طب واقل تركيز للبلاد لو خدنا الافريج ما بين 50 و100 يبقى 75، 1/4 that of blood. يبقى حلوه كده في تذكرها. يبقى اعلى تركيز للبول اربع اضعاف البلاد، واقل تركيز ربع البلاد. يبقى حتى العددين فيهم يعني مناظره، اربع اضعاف وربع، اربع اضعاف وربع. اعلى تركيز للبول 1200 واقل تركيز للبول 75 ملي ازمول بير لتر. طبعا البلاد 300، يبقى ال 1200 اديها اربع مرات وال 75 ربعها. طيب نيجي بقى، قلنا ان الووتر ترانسبورت، الووتر والجاس ترانسبورت اهم بيحدثا باسيفلي، ما ينفعش فيهم حاجه. مش بس ديفيوجن، سمبل ديفيوجن، لانه لو كان فاسيليتيتد ديفيوجن كنا احتاجنا كارير. ما احتاجناش طاقه بس احتاجنا كارير. المية والهواء على رأي ليلى مراد لا نحتاج شيء ليهم على الإطلاق، اوعى تنساها معها ايه؟ by simple diffusion passively. طيب امتصاص المية في الكيدني بيتم بطريقتين، الووتر absorption. في الأول بيبقى obligatory، I'm obliged يعني اضطراري، كلمة obligatory يعني اضطراري. وفي الآخر بنعمل ايه يا أولاد؟ final adjustment، ضبط نهائي. اللي عنده جفاف ياخد ميه كتير، طب واللي عنده اوفر هيدريشن واخد ميه كتير ينزل. يبقى اذا في الاخر بتبقى فاكالتاتيف او اوبشنال، يعني اختياري. يبقى الووتر ابزوربشن في النفرون بيبتدي اضطراري اوبليجاتوري وبينتهي فاكالتاتيف او اوبشنال. هقارنهم، بحب المقارنات قوي يا اولاد، في ثلاث نقاط. الاوبليجاتوري كل الناس هتمتص 87% من الميه اللي حصل لها فلتريشن، وده طبيعي يا اولاد، لان احنا بنفلتر 125 في الدقيقه. مفيش تفاهم في اول 87%. كل مش بقول هننزل بول 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 125، ده احنا قلنا في الاغلب بنمتص 124. فاول 87% كل الناس، حضرتك عندك جفاف، عندك اوفر هيدريشن، ما فيش تفاهم فيها، obligatory، you are obliged كل الناس انها تمتص 87%.
اكتر كميه فين؟ في البروكسيمال كونفيوليت تيبيول، لان احنا في البروكسيمال كونفيوليت تيبيول اللي قلنا جمله جميله، معظم اعمال الكليه بتحصل في البروكسيمال كونفيوليت تيبيول. ربنا بيعلمنا حاجه جميله، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. معظم الاعمال في الكليه في اول حته في البروكسيمال كونفيوليت تيبيول، ولما نيجي باذن الله للجي اي تي هنلاقي معظم اعمال الجي اي تي في اول حته في الانتست اللي هي السمول انتست. ف 85 60% بيمتصوا في البروكسيمال كونفيوليت تيبيول. عارف ليه 65؟ لان بنمتص 65% ملح وعليه وراهم بايسموزس 65% ماي. في اللوب اوف هنل بنمتص 15% 15%. في الديستال والكولكتنج 7، لو جمعتهم يبقوا 87%. طيب لطالب ذكي، طالما كل الناس هتمتص 87% من الميه ايا كان الوضع المائي ليه، يبقى النقطه الثانيه نستنتجها بذكاء، يبقى 100% هذا النوع من الووتري ابزوربشن از نوت كنترولد باي اي دي اتش. الاي دي اتش هيجي يعمل ايه؟ الاي دي اتش ده هيزود يا ينقص، انت مفيش فرصه. انت قلت كل الناس، كل الناس بغض النظر عن الوضع المائي هيمتصوا 87%. يبقى هذا النوع من الووتري ابزوربشن اوبليجاتري ووتري ابزوربشن از نوت كنترولد باي اي دي اتش. سؤال ام اس كيو مهم جدا، نوت كنترولد باي اي دي اتش. طيب هذا النوع من الووتري ابزوربشن في الميه بتتبع الملح، وعليه النقطه الثالثه no change in tubular fluid osmolality، لا يغير التيوبولار فلويد اوزمولاريتي في الاغلب، عشان برضه نقولها بطريقه صريحه، في الاغلب ما بيغيرش التيوبولار فلويد اوزمولاريتي. يبقى ثلاث كلمات مهمين في الام اس كيو، من اسمها اوبليجاتوري، يعني كل الناس بغض النظر على الوضع المائي هيمتصوا 87%، معظمهم 65% في البروكسيمال، 15 في لوبو فيرل، والباقي في الديستال كولكتيف. و are obliged يبقى مع الاعتذار في التعبير، الاي دي اتش هيجي يعمل ايه؟ يهبب ايه؟ سوري يعني في التعبير. ما انت بتقول 7% ما مش من حقه لا يزود ولا ينقص، يبقى اذا هيمشي. It's not controlled by ADH. وعليه no change in tubular fluid osmolality. انا متصور دلوقتي ان حضرتك متخيل الثلاث نقط اللي عكسه. في الفاكالتيف لا، فاكالتيف كل الناس هتختار الكمية اللي عاوزاهم في حدود أقل من 13% اللي فاضلين. ليه بقول أقل؟ يعني مش معقول مش هننزل بول، إن شاء الله يا رب ننزل 0.5%. يبقى أنت عندك اختيار في حدود 13%، عندك ماء كتير افقدهم كلهم، عندك جفاف ما تفقدش غير كمية صغيرة جدا فبأقل من 13%. طب مين يحدد أنت هتفقد قد إيه ولا تاخد قد إيه؟ يبقى الموضوع عاوز كنترول. مين الهرمون اللي هو بيكنترول الميه؟ الانتي دايريتيك هرمون. وعليه ادام فاكالتاتيف، فاكالتاتيف اختياري او اوبشنال، يبقى كنترول بالاي دي اتش. طب الثالثه متوقعه، ممكن انزل ميه كتير يبقى اليورين هيبقى دايلوتد، ممكن لما عندي جفاف انزل بول قليل يبقى اليورين يبقى كونسنتريتد. عشان كده هذا النوع بيغير اليورين كونسنتريشن او اوزمولاريتي، وقلنا ان اليورين كونسنتريشن اوزمولاريتي بيتراوح من 1/4 ذات بلاد تو 4 تايمز ذات بلاد. ان البلاد قلنا 300 ملي اسمول بير لتر، رقم المقبول اللي هو سهل، ممكن البول يبقى مخفف يبقى 75 ربع 300 او مركز جدا حوالي 1200. يبقى دي ثلاث نقاط الفرق بين الاوبليجاتوري والفاكالتاتيف ووتري ابزوربشن. هنا 87%، هنا 13%، هنا محددة مسبقة، يبقى إذا not controlled by ADH ولا تغير الأزموليتي، إنما هنا controlled by ADH وتغير اليورين concentration أو أزموليتي. تقل page 2 يا أولاد. حديث اللي هنتكلم عليه بقى اللي هو الفاكالتاتيف بلجاتوري، خلاص خلصناه. نتكلم فيه في إيه؟ ده في ADH وكل الناس هتبص 7% ولا يغير شيء. فاحنا دلوقتي موضوعنا هنتكلم على الفاكالتاتيف ووتري ابزوربشن.
هنا في الفاكالتي ووتري ابزوربشن في تو فاكتورز. عشان اعمل فاكالتي ووتري ابزوربشن محتاج حاجتين. بص للرسمه دي، ده الكولكتنج تيبيولز اللي هو بيحصل فيه الفاكالتي ووتري ابزوربشن. في ناس يا اولاد يقولوا الفاكالتي ووتري ابزوربشن بيحدث في الديستال والكولكتنج، الكلام ده اساسا في القرود، في الهيومن بينجز في الكولكتنج فقط. هاويفر كبر دماغك، كبر دماغك. اللي يقول لك ديستال كولكتنج وافقه، مش هنيجي مع الاعتذار في الحاجه التافهه ونتصدر. ديستال كولكتنج، كولكتنج مقبوله في اخر حته. ما احنا قلنا الفاينل ادجستمنت تمام يا اولاد، بيتعمل المباراه النهائيه بتتلعب في النهائي، فاي فاينل ادجستمنت هنظبط الضبط النهائي الميه لازم يبقى في النهائي. خلاص كولكتنج، خلينا ديستال كولكتنج موافقين يا عم ان كانت اكتر في القرود. مطلوب عشان امتصر معاه حاجتين يا ولاد، واحد يفتح البوابات، دي اول قوه، مطلوب تو فاكتورز اهو كاتب لك تو فاكتورز مطلوبين، واحد يفتح الباب، واحد يشد الميه. مين يفتح الباب؟ اللي هو الانتي دايريتيك هرمون اللي بنسميه فازوبريسين، اسم بس الاسم هنا الادق بقى اللي لطيف للموقف، انتي دايريتيك ضد اضرار البول. خلاص يبقى الاي دي اتش هو اللي بيفتح الباب، يعني بيعمل ايه؟ هنقولها بقى بتعبير علمي، بيزود البرميابيليتي اوف ذا كولكتنج تيبيولز في الهيومن بينجز. يزود البرميابيليتي اوف كولكتنج تيبيولز. طيب الاي دي اتش ده بيشتغل عن طريق ريسبتور بتاعت الميه، فاكرينها؟ كنت قلت حاجه كل حاجه فيها ميه زي فيلم بتاع اسماعيل ياسين نورماندي 2. فالريسبتور بتاع الاي دي اتش الخاص بالميه فازوبريسين 2. حتى ازاي بيحط بينسيرت بروتين شانل اسمها ايه؟ اكوا بورين 2. يبقى حتى سهله في الحفظ، لذيذه. يبقى الاي دي اتش لما يبقى له علاقه بالميه بيشتغل عن طريق الفازوبريسين 2، لان قلنا بس ده في الاندوكراين، لما يشتغل على البلاد فيسل بيشتغل بفازوبريسين 1. يبقى الميه 2 افتكرها نورماندي 2، فبينسيرت بيمسك في ريسبتور اسمه فازوبريسين 2 ريسبتور، وبينسيرت بروتين شانل اسمها اكوا بورين 2، وبيشتغل لان هو طبعا طالع من البوستيريو بيتيوتري، يبقى تركيبه قلنا نونا بيبتايد يعني 9 امينو اسيد. قلنا البيبتايدز والبروتين بتشتغل في الاغلب بالسايكليك اي ام بي، دي قواعد حطيناها في الاندوكراين. طب تعال فكر بذكاء، هل فتح الباب معناها ان انا اخد الميه من الكولكتنج تيبيول وارجعها تاني للبلط؟ لا، لما افتح الباب مش معناها ان انا اخد ميه. يبقى الاي دي اتش كل اللي عمله فتح الباب، يبقى مطلوب قوه تسحب الميه. طب احنا كلنا عارفين يا اولاد ان الميه اللي بتتحرك في الجسم من المعلومات القيمه اللي قلناها في سنه اولى بقوه واحده بس، فاكرينها؟ انا سامعكم قولوها، بالاسموزس. الحاجة الوحيدة اللي تحرك المية في الجسم هي الاسموزس. يبقى مطلوب عشان المية تخرج برة، يبقى برة الضغط الاسموزي يبقى عالي، يبقى الانترستيشال فلويد حوالين التيبيول مطلوب ان يبقى عندها هاي اوزموتيك بريشر، عشان لما الاي دي اتش يفتح المية الهاي اوزموتيك بريشر يروح سحبها. ما فتحش الابواب الاي دي اتش المية تنزل عادي خالص، ينزل يورين دايلوتد. الحقيقة الإجابة دي مش صح، وراء الخلق خالق. شوف الروعة في الحتة اللي جاية يا أولاد. الانترستيشال فلويد ما بين التبيول مش بيتميز بإن الهاي بإن عنده هاي أوزموتيك بريشر، لا، بيتميز بإن عنده، افتح ودنك، هايبر أوزموتيك جريدينت، يعني تدرج في الضغط الاسموزي. كل ما بننزل من فوق من عند الكورتكس اوف ذا كيدني ناحيه المظله في ذا كيدني، الضغط الاسموزي مش زائد، ده احلى من كلمه زائد، متزايد، 300 يزيد ل 400 500 لحد ما يوصل تحت 1200 اللي هو اعلى تركيز ممكن يبقى عليه البول في الانسان، وهنفهم ليه. يبقى بماذا يتميز؟ مين القوه الثانيه اللي بتسحب الميه للاوائل بقى؟ ما تقوليش هاي اوزموتيك بريشر اوف انترستيشن، انما تقول لي، تشوف التعبير الرائع اهو، هايبر اوزموتيك جريدينت. يعني الانترستيشن فلويد مش هاي اوزموتيك بريشر ما بين التبيول، ده يتميز بهايبر اوزموتيك جريدينت. بيبتدي عند السوبرفيشال لاير المظله ب 300
وينتهي عند الديب لاير المضلة ب 1200 اللي هي 4 تايمز ذات بلاد، او ممكن يبقى 1400. يعني برضو مش هختلف في دي لان انا بدرس جامعات كتير، فممكن واحد يقول لي في كتابنا مكتوبه 1400 صح، برضو ما احنا قلنا في رينج، وهقول لك دي منين الرينج. يبقى هايبر اوزموتيك جريدينت. الحاجه اللي عايزك تركز معايا فيها ايه اهميته ان يبقى جريدينت وما يبقاش مجرد هاي اوزموتيك بريشر. تخيل لو كان اوزموتيك بريشر من الاول عالي جدا 1200 من اول ما يطلع فوق، كان امتصاص الميه هيبقى مره واحده واكسبلوسيف بصوره انفجاريه، يعني اول ما يفتح الباب كل ما اتشفطت لو كانت هاي اوزموتيك بريشر. لكن لما يبقى 300 الميه هتتشفط، فتبقى هنا 300 وهنا 300، تنزل تلاقي الله ده زادت ل 400 اتشفط كمان شويه بقت زيها 400، تنزل لا ده بقت 500 اتشفط كمان شويه 600 and so on. يبقى امتصاص الميه يا اولاد بسبب الهايبر اوزموتيك، افتح ودنك، جريدينت المتدرج هيحدث بصوره، افتح ودنك، جراديوال، وبالتالي يبقى التحكم فيها سهل. دي الروعه في الخلق الالهي، ان ربنا خلق الانترستيشال فلويد ما هواش هاي اوزموتيك بريشر. الانترستيشال فلويد بيتميز بهايبر اوزموتيك جريدينت، كل ما الميه بتنزل الضغط الاسموزي بره بيتزايد، فامتصاص الميه يحدث بصوره تدريجيه متزايده، فيبقى التحكم فيها سهل يا اولاد. سبحان الله، مره طالب سالني سؤال بعتبرها فقره معلومات عامه، هم ازاي عرفوا ان الاملاح في الكليه محطوطه بحيث تركيزها بيتزايد من السوبرفيشال لاير المضله للديب لاير؟ الإجابة سهلة جدا، العالم يفكر. قسموا الكيدني لسلايسز، شرائح. أنت عارف كل ما تدوب ملح في أي مية، إيه رأيك؟ معلومة جميلة في فقرة المعلومات العامة، فقرة العباقرة أهو. كل ما المية يبقى فيها ملح، الفريزنج بوينت بيحصل لها إيه؟ بتقل. فهم قسموا الكلية لشرائح، وشافوا كل شريحة هتتجمد عند أنهي درجة. فلقوا ان درجه التجمد بتقل كلما اتجهنا من السوبرفيشال لاير ناحيه الديب لاير المضله، يعني بتتجمد عن درجه اقل. دي نوتنج ايه؟ تدل على ايه؟ على ان فيها كميه ملح اكتر. فعرفوا ان الانترستيشال فلويد المضله في صوره هايبر اوزموتيك جريدينت. دي فقره معلومات عامه ما حدش يسالها لك، وازودها لك عشان كده لما يعرفوا ان هينزل سنو ومش عاوزينه يتجمد عشان العربيات تمشي، عارف بيطلعوا يعملوا ايه بقى في كندا وامريكا؟ تطلع العربيات ترش ملح في الطرق، فالملح بيخفض درجه التجمد، بيخليها تتجمد عن درجه منخفضه، فالميه المطر اللي ينزل ما يتجمدش، فالشوارع تقعد رايقه مجرد ميه مش تلج. طيب نيجي بقى موضوعنا احنا، مين عمل هذا الهايبر اوزموتيك جريدينت؟ يوجد اربع قوى تضافرت لعمل هذا الهايبر اوزموتيك جريدينت، تعاونت في عمل الهايبر اوزموتيك جريدينت. اهمهم على الاطلاق قوى الاولى والثانيه، اللوب اوف هنل والفازاريكتا. طب والاكثر اهميه؟ اللوب اوف هنل اللي هو موضوعنا النهارده، هو ده اللي كرييتس، يعني بيصنع الجريدينت. بينما الفازاريكتا بتحافظ على الجريدينت، منتين الجريدينت. الفازاريكتال ان هما كتير عشان كده قلنا منتين الجريدينت، يبقى واحد يصنع والتاني يحافظ. الكاون اللوب اوف هاند هو ده الاساس، ده اهم نقطه، ده اهم سؤال، هو ده اللي بيخلي الجريدينت يبتدي فوق ب 300 وينتهي تحت ب 1200. يبقى ده اللي بيصنع الجريدينت، وبيجي لنا بصوره تانية بيسموها كاونتر كارنت مالتيبلاير. ليه؟ بص يا اولاد، اللوب اوف هانل في عندي الاسندنج ليم وفي عندي اسندنج ليم، اذا هو تيار متعاكس، كاونتر كارنت، تيران متعاكسان هم، فعشان كده سموه كاونتر كارنت. طب وهو اللي بيضاعف الضغط الاسموزي من 300 في سوبرفيشال لاير الى 1200 في الديب لاير، ده مضلع ضاعفها كم مره؟ 4، عشان كده سموه ملتي بلاير. يبقى اللوب اوف هانل ممكن يجي لنا بسؤالين،
loop of henle او counter current multiplier. ده اللي بيصنع اللوب, اللي بيصنع الهايبر اوزموتيك جريدينت. بينما مين اللي بيحافظ عليه؟ الفازاريكت اللي هو الكابيلري اللي شكله زي اللوب كده برضه كاونتر كارنت, يبقى في تيار متعاكس. بس الكابيلري ايه وظيفتها في كلمه واحده قولها لي؟ كابيلري اكستشينج فيسلز, فعشان كده سموه كاونتر كارنت اكستشينجرز. يبقى ما تلخبطليش السؤالين دول, اهم سؤالين النهارده. اللوب اوف هيل بيجي لك تحت عنوان كاونتر كارنت, هو ده اللي عمل الجريدينت, هو ده الكرييتور, فبيسموه كاونتر كارنت مالتي بلاير, ده اللي ضاعف الضغط الاسموزي من 300 ل 1200 تحت زي ما هنشوف. الفازاريكتا بيسموه كاونتر كارنت اكستشينجر, ده بيحافظ عليه بس ما بيبوظوش, يعني اللي عمله اللوب اوف هيل ما بيبوظوش الفازاريكتا. طيب دول القوتين, هما دول القوتين الاساسيين. طيب نيجي في قوتين تاني. طب انت الهايبر اوزموتيك جريدينت ده بيتعمل بيه يا اولاد؟ املاح. عشان تعمل هايبر اوزموتيك جريدينت حوالين التبيول محتاج املاح. المفاجاه بقى جميله قوي, الملح اللي بيعمل هايبر اوزموتيك جريدينت ده مش زي ما حضرتك متوقع هو الصوديوم كلورايد بس. للاوائل الصوديوم كلورايد بيساهم في صناعه 60% من الهايبر اوزموتيك جريدينت. طب مين الملح التاني اللي بيعمل العمله دي؟ دي المفاجاه بقى, اليوريا يا اولاد, البولينا. عشان كده فهمنا هو ليه كانت نص البولينا بعد ما يحصل لها يعني اكسكريشن كان بيحصل لها باك ديفيوجن, بترجع تاني خدناها في البروكسيم لان محتاجينها. المفروض البولينا دي حاجه وحشه نرميها, ليه بنرجعها تاني؟ خدناها في البروكسيمال كان نصها بيحصل لها باك ديفيوجن عشان هي بتساهم في صناعه الهايبر اوزموتيك جريدينت 40%. يبقى هذا الهايبر اوزموتيك جريدينت بيتشارك فيه ملحان, صوديوم كلورايد, صوديوم كلورايد, صوديوم كلورايد 60%, واليوريا, يوريا, يوريا 40%. اديك معلومه احلى, ده بيفسر لي ليه الناس اللي بياكلوا لحمه يقدروا يركزوا البول اكتر من الناس الفيجيتيريان اللي ما بياكلوش لحم, لان مصدر اليوريا في الاكل هو ايه يا اولاد؟ اللحمه. يبقى كل ما اكل لحمه كتير يبقى عندي يوريا كتير, يبقى اعمل هايبر اوزموتيك جريدينت اقوى يشد الميه اكتر فينزل البول اكثر تركيز. شوف جميله ازاي. يبقى الشخص اللي بياكل لحمه عنده يوريا اكتر, يبقى الهايبر اوزموتيك جريدينت بتاعه اقوى, يبقى يقدر يركز البول لرقم اعلى. وشفت اهميه ليه اليوريا حصل لها باك ديفيوجن. يبقى القوه الثالثه اللي هي الديفيوجن اوف يوريا, طبعا احنا محتاجين الهايبر اوزموتيك جريدينت اكتر فين؟ عند الميدالري بارت وانترستيشن, ده الكورتيكال بارت وده الميدالري بارت, ده الكورتيكال بارت فوق الكورتكس, ده تخيل الكدني كده, فده الكورتكس فوق وده الميدالري بارت. فالديفيوجن يوريا بيحدث عند الميدالري كولكتنج تيبولز تحت, في الكولكتنج تحت, عشان يعمل لي هايبر اوزموتيك جريدينت جامد. طب حاجه تاني, البلاد سبلاي نمره 4 اللي بيروح للميدالري, لو البلاد سبلاي لو هي هايلي فاسكولار البلاد ده هيريموف الاملاح اللي عامله الهايبر اوزموتيك جريدينت, انا عاوز اسيبها. فعشان كده ربنا الفاكتور الرابعه عمل سلاجش, يعني قليل او بطيء ميدالري فلو, 1-2% بس من البلاد فلو بتاع الكليه بيروح للميدالري تو كيب الهاي سولت كونسنتريشن اللي هو الصوديوم كلورايد اند يوريا. يبقى تاني عشان ما انتهش يا اولاد, يبقى صناعه او الفاكالتي ووتر ري ابزوربشن مع شبط مثل عشق للنظام بتعتمد على عاملين. العامل الاول اللي هو قلنا ان واحد يفتح الباب, مين بيفتح الباب؟ اللي هو الهايب اللي هو الاي دي اتش, او الاي دي اتش هو ده اللي بيفتح الباب, بيزود البرميابيلتي اوف كولكتنج تيبيولز في الانسان. لو قال لك كولكتنج وديستال قلت متفقين كويس, بس انا فهمتك الفرق, الديستال كولكتنج ده في المونكيز, الكولكتنج تيبيولز ده في الهيومن بينجز, ده بيفتح الباب. فالاي دي اتش بيفتح الباب, هتقولها ازاي؟ يبقى الاي دي اتش بيفتح الباب, ومين يشد الميه؟ الهايبر اوزموتيك جريدينت. يبقى محتاج قوتين, واحد يفتح واحد يشد, واحد يفتح واحد يشد. اللي يفتح الانتي دايريتيك هرمون
واللي يشد الهايبر اوزموتيك جريدينت. تمام. طيب في الاي دي اتش نقولها بقى بتعبير علمي بيعمل ايه؟ تحفظه صم، بيزود البرميابيليتي اوف ذا كولكتنج تيبولز. الريسبتور اسمه فازوبريسين 2، افتكر الميه اي حاجه فيها نورماندي 2، بينسرت بروتين شانلز اسمها اكوابورين 2 وبيشتغل عن طريق السايكل ام بي. طب تاني حاجه رائعه بقى الاوائل، ان احنا عاوزين نسحب الميه بصوره متدرجه، يبقى مش عاوزين مجرد ان يبقى هاي اسموتيك بريشر فيشد الميه مره واحده وبطريقه انفجاريه اكسبلوسيف، لا ده احنا عاوزينه متدرج، يبتدي ب 300 فيشد شويه، تنزل ميه تلاقيها زادت اكتر 400 تشد كمان شويه، زادت ل 500 كمان شويه، فيبقى امتصاص الميه متدرج وبالتالي يمكن التحكم فيه. فالشيء الرائع ان القوة التانية اسمها هايبر اوزموتيك جريدينت اوف انترستيشال فلويد، بتبتدي في السوبرفيشال لير المظله الاعداد دي تحفظها صم ب 300 ملي ازمولز، وتنتهي عند الديب لير المظله الرقم الاسهل 4 اضعاف 300 ب 1200، لو في الجامعه بتاعتك كالبين 1400 اتس اوكي، وانت فهمت ان موضوع اللحمه بيفرق. مين اللي عمل هايبر اوزموتيك جريدينت؟ أربع قوة، أهم قوتين سؤالين دول اللي هنشرحه. اللوب اوف هيل ده اللي بيصنع الهايبروزموتيك جريدين، الفازا ريكتا تحافظ على الجريدين زي ما هنشوف. طب الاسم اللي هيجي لنا بيه في الامتحان اللوب اوف هيل اسمه كاونتر كارنت، تيار متعاكس مالتي بلاير، ده اللي ضاعف الضغط الاسموزي من 300 ل 1200 أربع مرات، فهو مالتي بلاير. مالتي بلاير يعني ضعف. وبعدين فازا ريكتا ده اللي بيمنتين. طب ده هو كابيلاري، الكابيلاري از ان تشينج فيسل، فبيسموه كاونتر كارنت تشينج. المفاجاه بقى في القوه الثالثه والرابعه، ان احنا الهايبر اوزموتيك جريدينت ده مش معمول بالملح فقط، ده الملح بيشارك في 60%، اليوريا بتساهم 40%، عشان كده اللي بياكل لحمه اكتر يبقى عنده يوريا اكتر، يبقى الجريدينت عنده اقوى يقدر يشد ميه اكتر، البول بتاعه ينزل اكثر تركيزا. اللي بياكل لحوم البول بتاعه اكثر تركيزا، اللي بياكل لحوم البول اكثر تركيزا، لحوم اكتر يوريا اكتر هايبر اوزموتيك جريدينت اقوى، يمتص ميه اكتر البول يتركز اكتر. طب وعشان الاملاح دي ما تتشالش، فبرضه ربنا خلى الميدالري فلو ما يمثلش نص البلاد فلو بتاع الكليه، انما 1-2% بس سلاجش بيضلل فلو عشان يسيب السولت كونسنتريشن. يبقى لا تنسى اللي بيفتح الباب الاي دي اتش واللي بيشد الميه الهايبر اوزموتيك جريدينت. ونحن نتحدث عن ايه يا اولاد؟ اوعى تنسى الفاكالتاتيف اللي هو الاوبشنال، الاوبليجاتوري خلصناه خلاص مفيش فيه كلام. طيب عاوزين بقى نشرح السؤالين اللي هم الاهم النهارده، اللي هم اللوب اوف هيل، وبيجي لنا تحت عنوان كاونتر كارنت ملتيبلاير، اهو لوب اوف هيل او كاونتر كارنت ملتيبلاير، ده اللي بيصنع، ده اللي بيكريتس، ده الكريتور. وده واحد من الموضوعات اللي صعبه قليلا في شرحها، يعني لو الشارح ما قالهاش باسلوب معين الطالب يعني هتبقى موقفه صعب، مش كده بيعتبروا الطلبة موضوع الووتر ابزوربشن مواضيع صعبة. لكن عندنا طريقة سهلة جدا هتحس ان الموضوع بسيط خالص، سيعتمد على ايه؟ على الترتيب السليم. فطول عمري في محاضراتي يا اولاد كنت بشرح اللوب اوف هن، وعلى فكرة اللوب اوف هن ده اللي اكتشفه راجل اسمه فريدريك جيستاف جيكوب هن، وعشان كده سموه باسمه هن، وهو يعني راجل بتاع اناتومي الماني، يعني الماني وكان بتاع اناتومي اسمه فريدريك جيستاف جيكوب هن، ده اللي اكتشفه. بنحب برضو نقول لكم تاريخ شويه. ففي كل محاضراتي اللي كنت بشرح فيها اللوب اوف هن لاولاد يعني فكرت ماليا ان اسهل طريقه عشان تفهم اللوب اوف هن ان اقولها لك في صورة ثلاث حكايات قصيرة، ثلاث حكايات قصيرة. النقطة المهمة يا اولاد ان انا هحكي الثلاث حكايات بترتيب معين، حلو؟ انما هم يحدثوا في ان واحد، انا مش هقدر احكي الثلاث حكايات في ان واحد، لازم احكي حكاية ثم الثانية ثم الثالثة.
وبترتيب معين خاص بالعبد الله عشان تفهم كويس. بس انا عاوزك all the time تفهم ان مش بتحصل واحدة ثم الثانية ثم الثالثة، هما مع بعض بيحدثوا. الكي في شرح اللوب اوف هاند، لو حد طلب منك انك تشرحه وحتى في الامتحان ما تيجي تشرحه، ان مفروض ان البداية التشريحية دي ascending ثم ascending. لا، احنا هنبتدي القصة الاولى بشرح الascending loop of hand. طب ثم القصة التانية الdescending، يعني نبتدي بالعكس، الA هي الحرف الاول هنبتدي بيها الascending limb ثم الdescending limb. ثم القصة التالتة والاخيرة تأثير ده على الانترستيشال فلويد، ازاي ده عمل هايبر اسموتيك جريديانت، وهي قصص بسيطة جدا وفيها مراجعة لطيفة للمعلومات اللي خدناها في الرسمة الرائعة اللي عاملها العبد الله اللي بتشرح لك الكلية كلها اللي استخدمناها في الصوديوم في الجلوكوز، ودي هنستخدمها تالت. قلنا اللوب اوف هانل اسندنج ده في جزئين، ثين بارت وثيك بارت. في ثيك سيجمنت اهي وفي ثين سيجمنت. بيتميز بايه بقى الاسندنج ليمو لوب اوف هانل؟ احفظ معايا انه impermeable to water and urea، ما بينفذش المية واليوريا، لكن permeable للصوديوم كلورايد، خلاص بيفوت الملح، يبقى ما ينفذش المية واليوريا لكن بيفوت المية والملح، اسف بيفوت الملح. طيب هنقسمه لحتتين، في thick segment و thin segments. في الثين سيجمنتس قلنا دي لاين، هما بيقولوا ان هو ثين وثيك حسب ايه؟ مش حسب اليومن، حسب التايب اوف ابثيليوم. الثين لان لاين بفلات ابثيليوم، وانا علمتكم ان الفلات ابثيليوم دي عمرها ما تعمل اكتيف ورك، فده المكان الوحيد اللي بيطلع فيه الصوديوم كلورايد باسيفلي، الصوديوم كلورايد هيطلع باسيفلي من الثين بارت. بينما في الثيك بارت، في الثيك بارت بيعمل بامب، اهو الثيك بارت هيعمل بامب للصوديوم كلورايد والبوتاسيوم. فاكر اللي هو الكارير الرباعي كان بيطلع واحد صوديوم واحد بوتاسيوم واثنين كلورايد، لو كنت فاكر اكمل لك القصة. كنا قلنا ان البوتاسيوم ده بعد كده بيحصل له ايه؟ بيحصل له ديفيوجن، عن يرجع تاني اليومن عن طريق ابيكال بروتين شانلز، فلما يرجع يكريت الكتروبوزيتيفيتي في اليومن، يعمل الكتروبوزيتيفيتي، فدي تزود امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم. لو كنت فاكر يبقى راجع الصوديوم ريابزوربشن. يبقى قلنا كان في كارير رباعي من اخطر الكاريرز عندنا، بيشيل واحد صوديوم واحد بوتاسيوم واثنين كلورايد. النقطة المهمة في القصة البوتاسيوم، ان البوتاسيوم ده بيرجع تاني اليومن عن طريق قلنا بروتين شانلز موجودة في الايبكس، يبقى ايبكال بروتين شانلز، فلما يرجع يعمل ايه؟ يكريت الكتروبوستيفيتي، يبقى البوستيف زاد هنا، فده طبعا يريبل الكالسيوم ومغنيسيوم، يخلي الكالسيوم ومغنيسيوم يمتصوا اكتر، حتى قلنا باراسيلور الكالسيوم ومغنيسيوم ما بين الخلايا. يبقى النهاية ان احنا خدنا كمية ملح بالهبل، خدنا صوديوم كلورايد وبوتاسيوم، بعدين بوتاسيوم دخل اليومن فخلاه بوزيتيف، خلانا خدنا مور بوتاسيوم اند مور كالسيوم اند مغنيسيوم. طيب وحته زياده زودناها للزملاء الاصغر سنا، تقولها ما تقولهاش هنا مش مهمه، ان ايفن في امتصاص تاني للصوديوم بس مش سيم بورت، ده كان سيم بورت مع بعض، في انتي بورت بناخد صوديوم ونطلع عوضا عنه هيدروجين، ومع الصوديوم ناخد بايكربونات. يا شوف كميه الاملاح بقى اللي خدناها، يعني شلنا ملح كتير جدا. يبقى في الثيم بارت شلنا الملح باسيفلي، طب في الثيك بارت شلناه اكتيفلي. واهم معلومه ان الاسندنج ليم اوف لوب اوف هانل امبيرميبل توتر، فهوش الميه لكن بيطلع الاملاح. طب فكر معايا كده، لو عندي كوب فيه ميه، سبت الميه زي ما هي، كوب لا ينفذ الميه، وبطريقة ما شلت كل الأملاح ورميتها برة، شلت كل الأملاح ورميتها برة، شلت كل الملح ورميتها برة، الفلويد هيبقى إيه بقى؟ يعني شلت الملح بس ومش سايب المية، يبقى النتيجة الريزالتس في الأسندنج ليم إن الفلويد becomes hypotonic hypoosmotic.
يبقى بماذا انسى التفصيلات؟ يبقى الاسندنج لين بيتماس بايه؟ لا ينفذ الميه امبيربل توتال، لكن يطلع الملح في الثين بارت باسيفلي وفي الثيك بارت اكتيفلي. في عندي سين بورت يطلع صوديوم كلورايد و2 كلور، وانتي بورت يطلع صوديوم وبايكربونيت ويرمي هيدروجين. يبقى شلت الملح ما شلتش الميه، يبقى الفيوب بيكمز هايبوتونيك. الرقم ده اللي هقوله بمليون جنيه. فاحنا كنا قلنا ان بندخل اللوب اوف هيرل الاوزمولاريتي زي البلاد 300. قلنا ليه 300؟ الثلاث 300 كنا قلنا البلاد 300 الجلوميرال فلتر 300 زي البلاد، بنهايه البروكسيمال بناخدنا ميه وملح بنفس المقدار يبقى 300 برضه. فبندخل لوب اوف هيرل 300 بسبب ان الاسندنج لين بيشيل ملح بنطلع 100. الرقم ده مهم جدا في الام اس كيو، لان اكبر كم من التخفيف للتيوبولار فلويد بيحصل في الاسندنج لين، انخفاض من 300 الى 100. عشان كده سموا الاسندنج لين لوب اوف هيرل في الام اس كيو ذا دايلوتينج بورشن اوف ذا. حصلت ازاي؟ ليه تخفف من 300؟ الارقام دي مهمه جدا. بندخل 300 بنطلع 100، لان شلنا ملح وما شلناش ميه. دي اهم معلومه. امبيرميبل توتر لكن بيشيل ملح في الاكتف في الثيك بارت بالبامب، اما في الثين بارت باسيفلي. في الثيك بارت اكتفلي يعني بامب، في الثين بارت باسيفلي. ننتقل للديسندنج ليبل. ديسندنج ليبل العكس تمام، ده very very permeable water اهو الديسندنج ليبل، و relatively impermeable less permeable to ions and urea. على العكس، شيل مية وما يشيلش لا ions ولا urea اهو. يبقى المية دخلت 300 هو بيشيل مية بس، very permeable مية. الملح اللي طلع من الاسندنج، ما انا قلت الحكايات بتحصل مع بعض، الملح اللي طلع من الاسندنج سواء هنا passive او هنا active بيشد المية من الاسندنج، لان هي permeable مياه بس فوتش املاح. very permeable to water less permeable to ions and urea. يبقى المياه الملح اللي طلع من الاسندنج يشفط المياه بتاعت الديسندنج، ف 300 تبقى 400. فكر معايا العمليه دايناميك دي اهم حاجه في الفهم، تنزل 400 تشفط مياه اكتر الاملاح تشفط مياه. يبقى بقت 500، تنزل الاملاح تشفط مياه اكتر تبقى 600، لحد ما تحت عند التيب اوف لوب اوف هنل، سؤال مهم جدا في الام اس كيو، يوصل 1200. يبقى الديسندنج ليم عكس الاسندنج، منفذ للميه، منفذ للميه ومش منفذ للاملاح الاينز واليوريا. فالملح اللي طلع من الاسندنج يشد الميه من الديسندنج. احنا بندخل 300، فاهم ليه 300؟ البلط 300 الفلترت كل الاملاح عدت يبقى 300. نهاية البروكسيمال اللي هي بداية اللوب اوف هيرل 300، فاهمها ليه؟ لأن بناخد مية وملح بنفس المقدار، 65% صوديوم كلورايد معاهم 65% مية، يبقى 300. الملح اللي طلع من الأسندنج يشفط المية من الديسندنج، فال 300 تبقى 400 500 600 لحد ما تحت تبقى 1200 في بعض الكتب، وفي البعض الآخر 1400. خلينا في 1200. يبقى ايه اللي حصل في الديسندنج؟ نجحنا في عمل الهايبر اوزموتيك جريدينت اللي هو فوق 300 400 500 لحد ما تحت يبقى 1200. يبقى نجح الديسندنج ليم في عمل هايبر اوزموتيك جريدينت. افتح ودنك، بس في المكان الغلط. احنا عملناه في الديسندنج ليم، احنا عاوزين الهايبر اوزموتيك جريدينت ده يبقى فين؟ مش في الديسندنج، عاوزينه يبقى في الانترستيشال فلويد ما بين التيبيولز. طب سهلة دي، الجملة الثالثة بقى. الجملة الثالثة الحكاية الثالثة أنت اللي هتقولها. حط روح حضرتك مكان الانترستيشال فلويد. لو أنت مكان الانترستيشال فلويد، سؤال بداخله الإجابة. تعمل أوزموتيك إيكوليبريشن، تعادل أسموزي، مع الأسندنج الإمبيرميبل، إمبيرميبل، إمبيرميبل توتر، ولا تعمل اوزموتيك ايكوليبريشن مع الديسندنج اللي هو بيرميبل اللي هو بيرميبل اللي هو بيرميبل توتر؟ الاجابه داخل السؤال. انت مكان الانترستيشال فلويد، تتعادل مع الاسندنج اللي ما بينفذش الميه ولا مع الديسندنج اللي بينفذ؟ انا سامعك يا اولاد،
مع الديسيندنج بينفذ. وايه؟ لاير باي لاير. يعني كل لاير تتعدل، هنا 400 يبقى هنا 400 في كل اللايرز. هنا 500 يبقى هنا 500، هنا 600 يبقى هنا 600، تحت 1200 يبقى هنا 1200. بس نجحنا في عمل الهايبر اوزموتيك جريدينت اوف انترستيشن اللي بيبتدي من 300 عند سوبرفيشال لاير ومظله ل 1200 عند الديب لاير اوف مظله. سهله جدا. ادي اللوب اوف هنلي يا اولاد، هعيده مش مره، هعيده مرتين، لان ده اهم حاجه عندنا النهارده. يبقى العنوان تاني، بحب النظام قوي، العنوان لوب اوف هنلي. طب هل في صيغه اخرى للسؤال؟ اه، اللوب اوف هنلي ده كاونتر كارنت، يبقى تيار متعاكس، في ديسندنج وفي اسندنج. نجح في انه يعمل ايه؟ في انه يضاعف الضغط الاسموزي في الانترستيشال فلويد من 300 في السوبرفيشال لاير المضله ل 1200، يعني ضعف 4 مرات، فسموه كاونتر كارنت ملتي بلاير، كاونتر كارنت ملتي بلاير. تمام؟ طيب هنشرحه ازاي يا اولاد؟ ثلاث قصص قلت بيحدثوا مع بعض، يعني الاسندنج مع الديسندنج مع الانترستيشال كلهم مع بعض، بس انا بحكيهم بترتيب معين عشان خاطر تفتكروا. ببتدي، دي بقى التكه الجميله، ما ببتديش بالديسندنج اللي هو البدايه الحقيقيه لوب اوف ديسندنج ثم اسندنج، ببتدي بالاسندنج اول حكايه ثم الديسندنج تاني حكايه، والحكايتين عكس بعض تماما. ده منفذ للملح، ده منفذ للميه، عشان ما تنساش في عجاله، ده ملح، ده يطلع ملح، ده يطلع ميه. يعني اختصار القصه، الاسندنج بيطلع ملح سواء باسيف او اكتف، الديسندنج بيطلع ماي. ثم الانترستيشال فلويد، يبقى جميل تحط ثلاث عناوين، اسندنج ديسندنج انترستيشال فلويد. خلصت القصه. الاسندنج في كلمه واحده، في كلمه واحده طلع ملح، بيرمنت ووتر فيتش ماي، انما بيطلع الملح. الطالب اللي كويس شويه يقول بيطلع الملح في الثيم بارت باسيفلي، قلناها 100 مره، وفي الثيك بارت بالبامب. طب الطالب اللي احسن يقول التفصيلات بتاعه الثيك بارت. يبقى الخلاصه ان الاسندنج ده ما بيطلعش ميه، بيطلع ملح بس. طب لطالب احسن شويه يقولوا في الثيم بارت بيطلعه باسيفلي، في الثيك بارت بيطلعه اكتيفلي البامب. طب طالب اشطر بقى من الاوائل يشرح البامب دي ازاي، يقول ان عندنا كارير رباعي، فاكره في المحاضره الماضيه، بياخد واحد صوديوم واحد بوتاسيوم واثنين كلورايد، ويكمل القصه ان البوتاسيوم الامتصناه ده بيرجع تاني عن طريق ايبيكال بروتين شانل، يرجع لليومن، فيخلي اليومن مليان بوستيف الكترو بوستيفيتي، فطبعا البوستيف يخلي بقيه البوستيف يتنافروا فيطلعوا، فيعمل مش بس صوديوم كلورايد وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم، يعني طرد كل الاملاح. طب خلصت. يبقى الاسندنج ليم ما بينفذش الميه، وشيلنا منه الملح باسيفلي في الثيم بارت للطالب العادي، وبالبامب اكتيفلي في الثيك بارت. اما فلويد تشيل منه ملح فقط، ملح فقط، يبقى الفلويد بيكمز هايبوتونيك. يبقى نسيب اللوب اوف هنلي الجمله بمليون جنيه في الام اس كيو 100، دخلنا 300 نطلع 100، وعشان كده سموا ده الدايلوتنج بورشن، لانه شال ملح بالهبل. فده سؤال ام اس كيو تاني، مين الدايلوتنج بورشن اوف ذا نيفرون؟ مش اللوب اوف هنلي، اسندنج ليم. طب نيجي للديسندنج، اعكس اعكس اعكس، very permeable للووتر، نفذ المايه كويس قوي، و very impermeable less permeable للايونز واليوريا. طب خلاص، يبقى الملح اللي طلع من الاسندنج اهو، طلع من الاسندنج يسحب المايه من الديسندنج، فالمايه بتدخل كام؟ 300. تبقى حافظ الرقم ده صم، بدايه الديسندنج اللي هو بدايه القصه اللي هو نهايه البروكسيمال 300، وفهمت لك ليه اشهر ثلاث 300، البلاط 300، الفلتر 300، الديسندنج بدايته 300، يسحب ميه تبقى 400، الملح يسحب كمان ميه، العمليه دايناميك، كل ما بينزل عارف لو وقفت الفلو في الليم كل دول يتعادلوا برقم واحد للطالب الذكي. يعني الارقام دي قائمه ان 300 هتنزل تسحب منها ميه تبقى 400، تنزل تسحب منها ميه تبقى 500، وتيجي 300 جديده تسحب ميه تبقى 400، دايناميك دايناميك. خلاص، يعني طول ما هي نازله بتسحب ميه اكتر، في 300 تبقى 400، تنزل اكتر سحب ميه اكتر تبقى 500، تبقى 600، لحد ما تحت تبقى كام؟ 1200. اوعى تنسى العمليه دايناميك، تعتمد على ان الفلو ماشي، لو الفلو وقف فكر بذكاء، كل دول يتعادلوا مع بعض يدوا قيمه متوسطه.
انما هنا ال 300 دخلت اتسحب شويه ميه بقت 400، 400 ده مشيت كمان ميه بقى 500 وجه بدلها 300 اتسحب منها ميه بقت 400. فاهم عاوز ما تشرح الكلام ده بس تبقى فاهم ازاي بيحصل دايناميك. ال 300 تبقى 400 تنزل اكتر سحب منها ميه اكتر، الملح يسحب ميه اكتر تبقى 500، تنزل اكتر الملح يسحب ميه اكتر تبقى 600 لحد ما تحت يبقى 1200. يبقى عند التيب اوف لوب اوف هانل، سؤال ام اس كيو، عند التيب اوف لوب اوف هانل بيبقى 1200. يبقى نجحنا في عمل هايبر اسموتيك جريدينت اهو بس في المكان الغلط، عملناه في الديسندنج ليم، احنا عاوزينه في الانترستيشال فلويد. دي الجمله بتاعتكم انتوا بقى، لو انت مكان الانترستيشال فلويد تعمل اسموتيك ايكوليبريشن، تعادل اسموزي مع الاسندنج الغير منفذ، الغير منفذ ولا مع الديسندنج المنفذ؟ مع الديسندنج المنفذ. وايه؟ اسمع بيت الجمله، لير باي لير، هنا 300 هنا 400 هنا 500 هنا 600 لحد ما تحت يبقى 1200. يبقى نجح اللوب اوف هانل في صناعه هايبر اوزموتيك جريدينت، ابتدى ب 300 عند السوبرفيشال لير المظله وانتهى ب 1200 عند الديب ليرز اوف المظله. لتالت مره بقى في عجاله في جمل بتاعه الطالب العادي خالص، انسى التعقيدات. الاسندنج امبيربل تو ووتر لكن بيطلع الملح، باسيف في الثين بارت وبالبامب في الثيك بارت، طلع ملح بس، طلع ملح بس، يبقى الفلويد ريزلتس يبقى هايبوتونيك. الديسندنج العكس، طلع ميه بس، طلع ميه بس، very permeable to water relatively impermeable ions urea، طلع ميه بس. فالملح اللي طلع من الاسندنج يسحب الميه من الديسندنج، الملح اللي طلع من الديسندنج يسحب ميه من الاسندنج. فال300 تبقى 400 تبقى 500، كل ما تنزل سحب ملح اكتر يزيد الاسمولاريتي، 300 تبقى 400 500 600 لحد ما تحت بقى 1200. دي ثاني جمله. يبقى الريزلتس ان بقى الفلويد في الديسندنج ليم هايبر اوزموتيك جريدينت. الجمله الثالثه، الانترستيشن فلويد اللي انتوا بتقولوه يتعادل مع مين؟ مع الاسندنج الغير منفذ الغير منفذ ولا مع الديسندنج المنفذ منفذ؟ مع الديسندنج المنفذ منفذ. ولير باي لير، فيبقى فوق 300 400 500 لحد ما يبقى تحت 1200 هايبر اوزموتيك جريدينت. تعالى بقى عاوز اكمل القصه في عجاله الناحيه الثانيه، القصه الصغيره اللي ما بنحكيهاش. ازاي هنمتص الميه دي؟ دي مش هتشرحها مع اللوب اوف هانل ده، بس عشان تفهم القصه مش ازاي. بقى الانترستيشن فلويد فوق 300 وتحت 1200 اهو، 300 400 500 لحد تحت 1200، او حسب لو بتاكل لحمه كتير يبقى 1400. خد بالك كلمه دايليوشن بورشن دي على اللوب، على الاسندنج ليم اوف لوب اوف هانل، يعني دي مش على اللي بشرحه اهو، حتى انا نفسي احطها بسهم كده احسن تلخبط. ده الديلوتنج بورشن. فيري ايزي، انت عاوز تسحب ميه سهله جدا. اللي عاوز ميه حضرتك عندك دي اديشن عاوز ميه، مجرد تروح مطلع اي دي اتش، فالاي دي اتش يعمل ايه؟ يفتح البوابات، يزود البرميابيليتي بتاعت الكولكتنج تيبول للميه. الميه اللي وصلت هنا تسحب هنا 400 تبقى دي 400، تسحب كمان تبقى 500، تسحب كمان تبقى 600، تسحب كمان 700 لحد ما تحت اعلى تركيز ممكن توصله هو 1200. فهمت ليه اعلى تركيز 1200؟ او اذا حسب بعض الكتب، لان فقد الشيء لا يعطيه. اقصى حاجه انك انت الاي دي اتش كل عمله فتح الميه، امال مين اللي بيسحب الميه بقى؟ مين بيشدها؟ الهايبر اوزموتيك جريدينت. فاقصى حاجه ان يبقى هنا زي هنا. فلو انت قلت الهايبر اوزموتيك جريدينت 1200 في بعض الكتب، يبقى اعلى تركيز البول 1200، فاقد الشيء لا يعطيه. طيب قلنا حاجه رائعه تاني بقى، فاكر الاي دي اتش واحنا بنتكلم في الاندوكراين؟ كنا قلنا بيزود البرميابيلتي للميه في الكولكتنج، في الكورتيكال بارت اوف كولكتنج والميدلري بارت اوف كولكتنج، لكن بيزود البرميابيلتي لليوريا في الميدلري بارت بس. اديك فهمت ليه اليوريا بترجع، لان اليوريا بتساهم في عمل هذا الهايبر اوزموتيك جريدينت ب 40%. اليوريا 40% والملح بيعمل 60%. فلطيف ان اليوريا بتطلع بس في الميدلري بارت عشان تخلي تحت عالي الاسمولاريتي وفوق واطي، وهو ده الجريديان. عشان كده قلنا كانت القوه الثالثه في صناعه الجريديان ان اليوريا بتطلع في الميدلري بارت عشان
تعالج الاسمولاليتي في المضلة عنها هنا. طب لو حضرتك مش عاوز مية ما تطلعش ال اتش، تخيل يبقى مفيش الفتحات دي ما اتفتحتش. طيب المية بتوصل، مش عاوز غباوة بقى، بص معايا للرسم، المية بتوصل الكولكتنج تيبولز كام؟ ما تقوليش 300، لان المية اللي واصله للكولكتنج جايه من الاسندنج ليم اوف لوب اوف هنل، فجايه 100. المفروض لو ما اتفتحتش البوابات مخي يقول لي اقل تركيز لليورين هيبقى كام؟ 100. ما هو الاي دي اتش ما طلعش واحنا وصلنا المايه 100 وما امتصناش مايه، فمفروض تنزل باقل تركيز يبقى 100 للاذكياء فقط. حضرتك في الكولكتنج سيلز منعت امتصاص المايه لان ما فيش اي دي اتش، ما فيش مايه بتمتص، ما فيش اي دي اتش، بس حضرتك ما منعتش امتصاص الملح، لان في حاجه اسمها برينسيبل سيلز هنا بتاخد ملح صوديوم، فتنزل كمان عن 100 تبقى اقل تركيز من 50، او اذا عاوزها رقم سهل 75 اللي هي ربع البلاد 1/4 ذات البلاد. يبقى فهمت ليه بتنزل كمان عن 100 وبتبقى 50؟ انت لو مفيش اي دي اتش البوابات ما اتفتحتش، اهي مفيش بوابات فتح، منعت امتصاص الميه في الكولكتنج، ولكنك لم تمنع امتصاص الملح، لان البرنسبل سيلز تحت تاثير الستروم تمتص ملح، فستيل بتشيل ملح من الميه بفعل البرنسبل سيلز بالالستروم، فتنزل كمان عن 100 اب تو 50، او لو عاوز رقم سهل يبقى 75 اللي هو 1/4 ذات اوف بلاد. دي ما تقولهاش مع اللوبو هنا، انت في اللوبو هنا حضرتك تشرح لي الاسندنج ثم الديسندنج ثم انت شايف ليوت مره رابعه الاسندنج امبيربل توتر نفتش الميه، نف الملح بس باسيفلي في الثيم بارت واكتيفلي في الثيك بارت، والاوائل يشرحوها بالثيم بارت بتاع الواحد صوديوم واحد بوتاسيوم واثنين كلورايد، والانتي بارت صوديوم اجينست هايدروجين، تشيل ملح بس الفلويد يبقى هايبوتونيك، الديسندنج تعكس بيرميبل للميه وامبيرميبل ريلاتيفلي امبيرميبل للايونز واليوريا، فالملح اللي طلع من الديسندنج يشد ميه من الديسندنج، فال300 تبقى 400 لير باي لير، وبعدين تبقى تشد منها ميه تبقى 500 لحد ما توصل 1200. يبقى الريزلت في الديسندنج ان حصل هايبر اوزموتيك جريدينت. طب الجمله الثالثه بتاعتكم انتوا، طب الانترستيشال فلويد لو انتوا مكانه تيكوليبريت مع الاسندنج الامبيرميبل غير منفذ ولا مع الاسندنج المنفذ؟ على الاسندنج المنفذ ولير باي لير، فيبقى 300 400 500 لتحت 1200 هايبر اوزموتيك جريدينت. ايه تاثير ده بقى على الكولكتنج؟ دي ما تكتبهاش. حضرتك عاوز ميه عندك جفاف تطلع الاي دي اتش، فتح الابواب طص الميه، طص الميه اعلى تركيز البول من الارقام دي، انت حضرتك وصلت هنا 1200 يبقى اعلى تركيز تمتص الميه لحد ما يبقى هنا زي هنا 1200. لو الكتاب بتاعك قال لك الهايبر اوزموتيك جدا بتوصل 1400 يبقى اعلى تركيز للبول 1400، وانت فاهم الفرق. حسب واحد بياكل لحمه ولا بياكل لحمه بيبقى عنده هايبر اوزموتيك جدا اعلى يقدر يركز البول اكتر. طيب وتبقى فاهم ليه ربنا بيرجع اليوريا، اليوريا الماده الوحشه البولينه ليه ما بنفقدهاش؟ ليه بنرجعها تاني؟ اديني قلت لكم وعدتكم اشرح ليه بيحصلها باك ديفيوجن، لانها بتساهم في صناعه الهايبر اوزموتيك جريدينت بكام في الميه؟ 40، بينما الملح 60. طب حضرتك ركز معايا في الحته الجايه، هايبر اوزموتيك جريدينت بيبقى اعلى في الميدلري بارت ولا في السوبرفيشال بارت والميدله؟ في الميدلري، اسف الميدلري بارت الديب لير، اسف الديب ميدلري بارت تحت مش في السوبرفيشال، بيبقى تحت 1200. يبقى الاوقع انك انت عاوز تزوده تحت اكتر، يبقى تسمح لليوريا بالنفاس فين؟ في الميدلري بارت اوف كولكتنج عشان تزود الحته دي ل 1200. وفهمت ليه الاي دي اتش زود البرميابيلتي الى لليوريا فقط في الميدلري كولكتنج؟ لانه وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله. يبقى حضرتك لو عاوز تمتص ميه طلع اي دي اتش، يفتح البوابات فالهايبر اوزموتيك جريدينت تشد الميه،
هنا تشد دي فبقت 400، تنزل تلاقيها بقت 500، تشد تاني بقت 500، تنزل ليها 600، تشد تاني بقت زيها 600. اقصى حاجه انها تبقى زيها 1200 فاقد الشيء العطي. يبقى الهايبر اوزموتيك جريدينت اوزمولاريتي هو اللي بيحدد اعلى تركيز البول ليك. طب هذا الهايبر اوزموتيك جريدينت بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على اكل اللحم، على اليوريا، لان اليوريا بتساهم ب 40% في الهايبر اوزموتيك جريدينت. عشان كده عملنا لها باك ديفيوجن، ياكل لحمه كتير ممكن يوصلها 1400 وعليه اعلى تركيز ب 1400. اللي ياكل لحمه اقل يبقى يوريا اقل، يبقى اقل يبقى فاق. طب ما شربتش ميه، اسف شربت ميه كتير، مش عاوز تمتص ميه، عندك اوفر هيدريشن، يبقى ما تطلعش ال دي اتش، يبقى البوابات ما اتفتحتش. يبقى المنطق يقول لطالب بيفكر ان انا الميه وصلت لي هنا 100، يبقى مفروض ما نصتش ميه تنزل 100. ده للطالب العادي مش لحضراتكم. انت عارف انت منعت امتصاص الميه لان ما فيش اي دي اتش ففتحتش البوابات، بس لم تمنع امتصاص صوديوم كلورايد بالبرنسبل سيلز، فستيل بيمتص شويه ملح من غير ميه بالبرنسبل سيلز في الكولكتي، فتنقص كمان عن 100 ل 50 اقل تركيز للبول في الانسان. عاوزها رقم سهل 75 اللي هي 1/4. ده اهم درة هذه المحاضرة. نيجي بقى، يبقى اللي صنع الهايبروزموتيك جريدينت هو اللوبوفانيل. طيب مين يحافظ عليه؟ الفازا ريكتا، اللي هو السؤال الكودي بتاعه كاونتر كارنت اكتشينجر، لان الكابيلاري اكتشينج فيسلز، ده كابيلاريز بتسبلاي الرينا المضلة 1-2% من الرينال بلاد فلو فقط. وهنا انا عاوز ارسم لكم في عجاله رسمه صغيره توضح لك الفكره. لو ان الكابيلاري انا عاوز اغذي المضله، هوريك ان وراء الخلق خالق، فربنا عمل كابيلاري ستريت كده، والاليق ان الكابيلاري بعد ما تغذي المضله ريبارت المضله تطلع من عند الهايلوم ذاكني اهي. ده الرسمه اللي انا رسمتها لك دلوقتي. يعني كان مفروض لو لا يوجد قوة وراء الخلق عاقلة، الكابيلري اهو ستريت يغذي المضلة ببلاد، وبعد ما غذاها خلاص يطلع من الهايلوم ذا كيدني مع الفيسلز، ليه يلف تاني ويعمل فازا ريكتا؟ هفهمها لك، عاوز ناس فاهمة الفسيولوجي بمتعة انه وراء الخلق خالق. لو ان يا اولاد كانت ناحية واحدة بس الفازا ريكتا كده ستريت وهتطلع من الكدني زي ما شفت اهي كده هتطلع، تعال نشوف كان ايه اللي هيحصل. كان الهايبر اوزموتيك جريدينت اللي قضى اللوبوفيرين عمره كله في صناعته، اللي بيبتدي فوق ب 300 وينتهي تحت ب 1200، ده كابيلاري بقى بيسمح بالاكتشينج، يعدي كل حاجة ميه وملح، فكان هيلاقي ايه؟ الدم وهو ماشي في هذا الكابيلاري بيلاقي الضغط الاسموزي بره بيتزايد من 300-400-500-1200، بيتزايد، قال لك الغني ناخد منه، كان هياخد منه الملح لان الضغط الاسموزي بيتزايد ويدي له ميه، ياخد ملح صوديوم كلورايد يوريا، فاهم ليه يوريا؟ لان دي 60% ودي 40% من هذا الهايبر اوزموتيك، يروح واخد الملح ويدي له ميه، يبقى في غضون نصف الساعة، في نص ساعة بس الهايبر اوزموتيك جريدينت اللي اللوبوفيلين قعد عمره كله يعمله بوظه الفازا ريكتا. بوظه ازاي؟ بان هو نازل رايح للهايلم اوف ذا كيدني، لقى الضغط الاسموزي بيتزايد من 300-1200، الغني ياخد منه فخب منه الملح، مش عنده زيادة بيتزايد، خب منه الملح واداله مية، بوظ الهايبر اوزموتيك جريدينت. عشان كده ربنا سبحان الله قال لهذا الكابيلاري للخلف دور، ما تسيبش الكدني وانت كابيلاري، انت ترجع تاني في عكس الاتجاه في صورة كابيلاري، وبعدين هنخرجك في صورة فيسل اللي هسمح بالاكتشينج فين محترم اهو، ارجع تاني. طب وهو راجع بقى هيحصل ايه؟ تعال نفرج. وهو راجع اديك شايف الرسم، يبقى بالعكس هيلاقي الضغط الاسموزي بيحصل له ايه؟ بيتناقص، وهو طالع هيلاقي الضغط الاسموزي بيتناقص تحت 1200
واحنا طالعين هيبقى 1100 1000 لحد فوق 300 بيتناقص وهو اكشينج فيسلز. الفقير نديله يروح مديله صوديوم كلورايد يوريا ادام بيتناقص وهو بيسمع بالاكشينج يديله ملح وياخد منه ميه. يبقى الطالب فهم. يبقى اللي حصل في الديسندنج ليم اوف فازا ريكتا حصل عكسه في الاسندنج ليم. في الديسندنج بسبب التزايد كان بياخد صوديوم كلورايد يوريا ويدي ميه. في الاسندنج بسبب التناقص فايه نديله اداله صوديوم كلورايد ويوريا وخد ميه. يبقى اذا الفازا ريكتا لم يؤثر على الهايبر اوزموتيك جريديانت. اللي خده من الاملاح واحنا نازلين بالبلدي كده سابه واحنا طالعين. اللي خده من الاملاح بسبب التزايد في الانترستيشن فلويد واحنا نازلين سابه بسبب التناقص واحنا طالعين. يبقى ما خدش حاجه. عشان كده قلنا الفازا ريكتا يا اولاد ما بيعملش الهايبر اوزموتيك جريديانت. هو ما بيلخبطهاش بس اللي عمل لوب فالين ما بيمدش ايده عليه. اللي بياخده ونازل بيسيبه وهو طالع. عشان كده للاوائل الفازا ريكتا مينتينز الهايبر اوزموتيك جريديانت مش كرييتس. اللي عمله اللوب اوف هينل اللي ما بيبوظوش الفازا ريكتا. واظن انت فاهم هو كاونتر كارنت تيار متعاكس وبيسمح بالاكشينج. يبقى يسموه ايه احلى من كلمه كاونتر كارنت اكشينجر. طيب هيقول لك يبقى ايه الفانكشن اوف لوب اوف هينل. انا بقولها بقى بطريقه ذكيه جدا لما اسالها لك في الشفوي. انت الفانكشن اوف لوب اوف هين اسف ايه الفانكشن اوف فازا ريكتا سوري فانكشن اوف فازا ريكتا طريقه ذكيه. ركز على الاسندنج ليم. هو ده وظائف الفازا ريكتا انه ما بياخدش ملح. الملح اللي بياخده وهو نازل بيسيبه وهو طالع. يبقى اترابس الصوديوم كلورايد اند يوريا ان انترستيشال فلويد. بيحبس الصوديوم كلورايد واليوريا في انترستيشال فلويد فبالتالي مينتينز الهايبر اوزموتيك جريديانت. لا ده لسه وظيفه ثانيه اكتر ان هو بيمتص ميه بيعمل ووتر ابزوربشن فده برضو بيساهم في الحفاظ على الهايبر اوزموتيك جريديانت. الطالب الاكثر ذكاء وانا في محاضراتي بكلم الناس الاذكياء ما بعملش حاجه مصادفه. طالب لاحظ قال لي انت حاطط الميه اللي طلعت هنا 2 بلسز بينما الميه اللي خدها الاسندنج ليم 3 بلسز. ايه البلس زياده ده جه منين ده يا بابا؟ هو احنا مش لسه قايلين في الصفحه اللي قبلها ان لو احنا عاوزين ميه هنمتص ميه من الكولكتنج تيبولز. لو طلع الاي دي اتش وفتح هنمتص ميه. الميه دي لو سبتها في الانترستيشن فلويد اللي بتمتصها هتدايليوت الانترستيشن فلويد هتبوظ الهايبر اوزموتيك جريد. فالفازا ريكتا اي ميه بتمتصها من الكولكتنج هيتخيل هنا الكولكتنج اي ميه تمتصها من الكولكتنج اولا باولا بيرجع الفازا ريكتا يرجعها باك تو جنرال سيركيليشن. يبقى بيرجع الميه اللي بنمتصها باك تو جنرال سيركيليشن. اذروايز لو الميه دي اللي امتصتها من الكولكتنج سبتها في الانترستيشن فلويد كانت بوظت الهايبر اوزموتيك جريد. يبقى وظائف الفازا ريكتا بتستنتجها من الاسندنج انه اول وظيفه يلا traps الصوديوم كلورايد اند يوريا ان انترستيشال فلويد. بيسيب الملح وبياخد الميه. انهي ميه بقى اللي خدها زياده؟ اي ميه تمتص في الكولكتنج ياخدها يرجعها باك تو جنرال سيركيليشن. لو كانت استنت في الانترستيشال فلويد كانت بوظت الهايبر اوزموتيك جريديانت. يبقى ادي الفانكشن بتاعته يا اولاد. مينتينز الهايبر اوزموتيك جريديانت بطريقتين. traps السوليوتس الصوديوم كلورايد 60% واليوريا 40% في المظله اللي خده هو نازل سابه هو طالع. وريموفز الري ابزوربد ووتر فروم كولكتنج تيبولز باك تو جنرال سيركيليشن. يبقى لو جالك سؤال لوب اوف هينل وهو تاني سؤال من حيث الاهميه في الووتر ابزوربشن هتشرح في ثلاث نقاط ديسندنج ليم. بس ده اشرح اسهل طعم لوب اوف هينل السندنج ليم وبعدين الفانكشن. ثلاث نقاط. الديسندنج ليم ببساطة شديدة واحنا نازلين بسبب التزايد بياخد ملح ويسيب ميه. واحنا طالعين بسبب التناقص الفقير نديله ملح ليصوديوم كلورايد يوريا وناخد ميه. شوف سهلة ازاي. طب الفانكشن ركز على الاسندنج. يبقى خد الملح يبقى ترابس السوليوت المضلة اللي هي وتقولها بقى للأوائل صوديوم كلورايد 60% ويوريا 40%. وريموفز الري ابزورب الووتر من الكولكتنج تيبول باك تو جنرال سيركيليشن. وبالتالي شوف التعبيرات بقى للاوائل
هو ما صنعش الهايبر اوزموتيك جريدينت، هو ما بوظوش اللي عمله اللوبوفينيل مينتينز الهايبر اوزموتيك جريدينت، مينتينز الثاني كرييتس، يبقى واحد عمل والثاني ما بوظش. والاسم الكودي بتاعه افتكر كاونتر كارنت، يعني تيار متعاكس، ده كابيلر يا بابا، الكابيلر اكستشينج فيسر، فعشان كده سموها اكستشينجر، الثاني اسمه كاونتر كارنت مالتي بلاير. طيب ده السؤال الثاني من حيث الاهميه. نيجي السؤال الثالث وهو مكمل القصه، ميكانيزم اوف كونسنتريشن اند دايليوشن اوف يورين. كاتبها لك بطريقه سهله قوي قوي، كاتب لك الميه بطريقه جميله خالص. ميكانيزم اوف يورين كونسنتريشن اند يورين دايليوشن. طيب هناخد ميكانيزم اوف يورين كونسنتريشن، امتى حضرتك بتنزل بول مركز؟ لما بيبقى عندك جفاف، دي هيدريشن. خلاص تعال نشوف بقى القصه، وشوف كاتبها لك كلها بطريقه حلوه، كلها بلاسز، حاجه لا تنسى، طريقه بسيطه. حب الدياجرامز يا اولاد، بسميها حصاد السنين، بدي للطلبه اللي هو اسهل طريقه لفهم الموضوع، وايمانا بان المثل الصيني الصوره تساوي مليون كلمه. لو انا عندي جفاف هيبقى الاوزموتيك بريشر بلاد عالي، طب ما عنديش ميه يبقى الاوزمولاريتي بلاد عالي، وعليه هو ده اهم ستيمولس الاي دي اتش، فده هيزود الاي دي اتش سكريشن، فالاي دي اتش يفتح الباب، بس هتكتبها بالتعبير المظبوط، هيزود البرميابيلتي اوف ديستال اند كولكتنج في بعض الجامعات، الاصح للكولكتنج تيبيولز، قلنا ديستال كولكتنج ده في الاوروب مش مهم، فبالتالي هيزود الووتر ابزوربشن. انهي ووتر؟ الفاكالتي بالاوبشن مش الاوبليجاتوري، ما بتعبطش. مين اللي هيمتص؟ هو فتح الباب بس، اللي شد الميه هو الهايبر اوزموتيك جريدينت، اللي عملها اللوبوفيرين وما بوظهاش الفازاريكتا، فلما تشد الميه ينزل يورين ايه؟ كونسنتريتد. طب ايه الماكسيمم يورين كونسنتريشن؟ قلنا فاقد الشيء اللي يعطيه اعلى تركيز في الهايبر اوزموتيك جريدينت في بعض الجامعات 1200، اربع مرات قد الجامع، وده اللي بحبه الرقم الاسهل، لكن ممكن يبقى 1400. وفهمتك الحكايه تعتمد على الهايبر اوزموتيك جريدينت، ده قوته قد ايه؟ قوته بتعتمد على الصوديوم كلورايد واليوريا، اليوريا 40% مش حاجه قليله، تعتمد على كميه اللحمه اللي بناكلها، اللي ياكل لحمه كتير عنده يوريا كتير يبقى عنده هايبر اوزموتيك جريدينت اعلى، يقدر يركز بول اكتر، والعكس بالعكس. لو خدت ال 1200 زي الرقم اللي بيحبه العبد الله يبقى 4 تايم ذات اوف بلاد اور بلازما. تعالى بقى الميكانيزم اوف يورين دايليوشن، العكس جميله. لو انا عندي اوفر هيدريشن، امتى انا هنزل بول مخفف؟ لو شربت كتير. اوفر هيدريشن في الحاله دي ميه كتير جوه الجسم، فده هينقص الاوزموتيك بريشر بلاد، وعليه ده اهم حاجه توقف الاي دي اتش سكريشن، وعليه ما طلعش الاي دي اتش يبقى البوابات ما اتفتحتش، يبقى هينقص البرميابيلتي اوف كولكتنج تيبيولز، وعليه مش هيحصل هينقص الووتر ابزوربشن، مفيش ووتر ابزوربشن. طب كم مفروض للاسكاء بقى كان ينزل 100؟ لان هو وصلنا من لوبو فيري 100، لكن قلنا في كولكتنج تيبيول ما تنساش في برينسيبال سيلز، انت وقفت الميه مفيش ووتر ابزوربشن، لكن امتصاص الماء مستمر بالبرينسيبال سيلز، ما زالت تقدر تمتص ملح، فتنزلها تحت 100 كمان، من 50 الى 75 ملي اوزمول بير لتر، اللي هي يعني من ربع السوتس البلازما، ما هي ال 50 ربع 300، 75 اسف ربع 300 وال 50 سوتس 300. انا بحب الارقام اللي هو 4 تايمز 1/4، يعني في الحفظ تبقى اسهل، بس احنا عايزين الفكره يا اولاد، احنا ما يعنيناش الرقم في ذاته انما في دلالته. فحتى الواحد يقعد فاكر طول عمره، لما اقول لك الرقم ده عمرك ما تنساه، الطريقه الالماني في الشرح 4 تايمز ذات اوف بلازما 1/4. تمام. طيب هنا بقى بنقول يبقى، وهنا all solutes reabsorption is strong and active اللي هو بالprincipal cells، عشان كده بتنزل للرقم ده. ده السؤال الثالث يا اولاد. يبقى mechanism of urine concentration mechanism of urine dilution، خلينا اقول واحده فيهم وانت فاهم العكس. لو انا عندي ميه كتير over hydration هيقل الاوزموتيك بريشر اوف بلاد، طبعا ميه كتير يبقى الاوزمولاريتي بلاد قليله، وعليه ما يطلعش الاي دي اتش، وعليه ما تتفتحش الابواب تقل البرميابيلتي اوف كولكتنج تيبيولز، وعليه ما عملش فاكالتي ووتر ابزوربشن فتنزل في اليورين، فاليورين ينزل الكونسنتريشن بتاعه يبقى قليل، فيه ميه كتير.
طب ليه ما بينزلش 100 زي اللوبوفيريل؟ انت فاهم عشان ستيل في الكولكتنج داكتس البرنسبل سيلز مازال امتصاص السيوت اكتيف وسترونج بالبرنسبل سيلز البي سيلز، فتقل كمان عن 100. انا بحب الرقم 75 لكن ممكن ليه 50، يعني 1/4 to 1/6 ذات اوبلازما. And don't ever forget اليورين كونسنتريشن. الارقام الاساسيه اللي تفتكرها ما حييت، تقول دكتور ناجي علمنا ان الاسموليتي اوف بلاد الرقم الادق 290، الرقم الاسهل 300، البول اقل حاجه ربع البلاد 75، واكتر حاجه 4 اضعاف البلاد 1200. نيجي الصفحه الاخيره في وهي تحصيل حاصل يا اولاد. Renal mechanism of for excretion of diluting urine. يعني ازاي بنطلع diluting urine؟ ده اللي لسه قايلنا ان الدايلوشن ده حصل في مرحلتين. Solute are reabsorbed to a great extent في حتتين. معظم الملح اتشال في ال ascending limb of loop of henle. Ascending limb of loop of henle اللي هو عشان كده سميناه diluting segments. سؤال مهم جدا في الام اس كيو لما يقول لك اربعه سيجمنتس، اختار مين الدايلوتينج سيجمنتس، مين اكتر واحد نزل اسمولاريتي من 300 الى 100؟ الدايلوتينج سيجمنتس اللي هو الاسندنج ليم اوف لوب اوف هيلين اللي هو شال الملح بمرتين بطريقتين، شال الصوديوم بالسيم بورت مع واحد بوتاسيوم واثنين كلورايد، وتكمل القصه الاوائل. البوتاسيوم يدخل تاني عن طريق الايبيكال بروتين شانل يخلي اليومن هايلي بوزيتيف، فيطرب بقيه البوستيف اينز خليها تمتص يا رخله زي الكالسيوم والمغنيسيوم. وليه الاوائل اكتر العيال دي ما بتتقالش في جامعاتنا؟ انتي بورت، ناخد صوديوم ومعاه بايكربونيت نيجاتيف ونرمي عوضا عنه هيدروجين. ده اهم حاجه، ده الدايلوتنج سيجنال. طب ليه بتنزل ل 50؟ لان في الديستال والكولكتنج تيبولز في برنسبل سيلز ما زالت بتقدر تمتص الملح تنزلها الى 50. الرول اوف اي دي اتش قلناه بس نقولها تاني، بيزود البرميابيلتي للميه بتاعت مين؟ كولكتنج تيبولز. ديستال وكولكتنج احسبها صح بس انا فهمتك الاصح، عن طريق انه بينسرت بروتين شانل اكوابورين 2 وكان بيشتغل عن طريق فازوبريسين 2 ريسبتور وبيشتغل بالسايكليك ام بي. فين بقى بيحطوهم دول الاكوابورين 2؟ قال لك بيحطوهم في اللومينال بوردر اوف ذا برنسبل سيلز، يعني في اي حته في الكولكتنج تيبولز عند اليومينال بوردر اوف برنسبل سيلز البي سيلز بتاعت الكولكتنج تيبولز، او بعض الناس يقولوا ليه ديستال كولكتنج احنا قلنا. وهنا بنقدر نمتص 8% من الميه في الليد ديستال كولكتنج، ولو في اي دي اتش اقصى حاجه بنمتص الميه يرجع يركزها لك تاني بقى من 100 يرجعها لك تاني ايزو اوزموتيك. انما عشان تتركز توصل بقى 1200 ده بيحصل في الانر بارت اوف كولكتنج تيبولز، بنمتص 4.7 تبقى هايبر اوزموتيك. يعني لو مفيش اي دي اتش خالص كانت هتنزل 100 اللي هي الرقم اللي انا مشاور عليه. في اي دي اتش في نهايه الكورتيكال كولكتنج يرجعها لك ايزو اوزموتيك، تص ميه يرجع لك ال 100 تاني ل 300. طب وبعدين امتص ميه تاني في الـ في الـ في الـ في الـ في المدلل الكولكتنج يعملها لك 1200 اللي هي هايبر اوزموتيك، لان هي بتوصل 100. طب ازاي هركزها 1200 مرحلتين؟ في نهايه الكورتيكال كولكتنج نخليها ايزو اوزموتيك، اما في نهايه المدلل الكولكتنج نخليها 1200. وهي واوريك رسمه تاني عشان تبقى شايف. او في عندي كورتيكال، ده الكولكتنج. في الكورتيكال كولكتنج ترجع ايزو اوزموتيك، انما هنا ترجع هايبر اوزموتيك. ده رول اوف اي دي اتش، وتبقى عارف كميات. ساعات بقى ناس بتغلس عليك، الاي دي اتش بيمتص قلنا 13 اقل من 13%، ما انت لو جمعت دول 8 وتقريبا 5 يبقوا 13، بس احنا قلنا اقل من 13. 8% في الليد ديستال والكورتيكال كولكتنج و 4.7 في كورتيكال كولكتيف. الديسوردر اللي خدناه قبل كده يا ولاد مش عاوز ضيع وقت، في الاندوكراين اللي هو الدايبيتس انسيبيدس. قلنا دايبيتس يعني حجم البول كتير، وانسيبيدس يعني تيستلس ملوش طعم. والعيب قلنا تملي اي هايبو فانكشن، يا اما العيب في الهرمون يا في الريسبتور، لان قلنا ايد لوحدها ما تسقفش، يعني ما قلناها دي ان
في اي هايبو فانكشن احنا عندنا الهرمون وعندنا ريسبتور. يعني الاكشن بيحصل من التفاعل ما بين الهرمون والريسبتور. في اي هايبو فانكشن انت مش مذاكر قول يجي من نقص الهرمون او من نقص الريسبتور. طب نقص الهرمون، هرمون بيطلع من البوستيريو بيتيوتري، اكشن يميل بوستيريو بيختزن في البوستيريو بيتيوتري، بيطلع بيتعمل بالسوبرا اوبتيك نيوكلياي في الهايبوثالاموس اللي هي حته من سنترال نيرف سيستم. فلو باظ السوبرا اوبتيك نيوكلياي في الهايبوثالاموس مفيش اي دي اتش، مش كده يسموها سنترال دايبيتس انسيبتس. مفيش ريسبتور، ريسبتور ده موجود في الكيدني على النيفرونز، عشان كده يسموها نيفروجينيك دايبيتس انسيبتس. وفي الحاله دي مش همتص الفاكالتيف، هيبقى عندي بوليوريا بالهبل وعليه هشرب بالهبل بوليديبسي، فيبقى عندي بوليوريا والسبيسيفيك جرافيتي فيري لو لانها ميه بس. فدي سؤال في الام اس كيو قلناها في الاندوكراين، اشرب ميه كتير بوليديبسيا. طب لو باظ الفتر سنتر في الهايبوثالاموس يعني هفقد ميه ما اشربش، يبقى يحصل ديث. مش عاوز اركز في ده، ارجع للمحاضره بالتفصيل بتاعت الاي دي اتش، بس ذكرتك في عجاله ايه هو الدايبيتس انسيبيدس. دايبيتس يعني لارج فوليوم اوف يورين، انسيبيدس يعملوش طعم تيستلس. العيب مفيش الهرمون نفسه، يبقى العيب في السنتر نيرف سيستم في السوبرا اوبتيك نيوكلياي في الهايبوثالاموس. مفيش اي دي اتش يبقى سنتر، او النفرون ما عليهاش الريسبتور تبقى مفيش الفي 2 او الاكوا 2 اكوا بورين 2 يبقى نيفروجينيك. ايه الايفكت؟ بوليوريا وذ لو سبيسيفيك جرافيتي، بوليديبسيا لو مفيش ثيرست فيتال ديهيدريشن. طيب نيجي ناخد ال دايوريسز والدايوريتكس. الدايوريسز يعني الحاجات اللي بتجيب بول كتير، في نوعين مشهورين من الدايوريسز، ووتر دايوريسز واوزماتيك دايوريسز. الفرق الاساسي هو بين الدايبيتس انسيبيدس والدايبيتس ميليتس. دلوقتي الووتر دايوريسز لو مفيش اي دي اتش، طب انا ممكن اوقف الاي دي اتش من غير مرض على فكره، يعني من غير ما يبقى عندي دايبيتس انسيبيدس مفيش اي دي اتش اوقف وانا اشرب ميه. يبقى الووتر دايوريسز عموما يعني في الاصل في الفيسيولوجي مش الباثولوجي سببها ان شربت ميه كتير، شربت ميه كتير انزل ميه كتير. تبدو منطقيه بس لازم تفسرها لنا علميا، ليه لما بنشرب ميه كتير بننزل ميه كتير اللي هو ووتر دايوريسز؟ لان لما بشرب ميه كتير بيزيد الووتر انتيك اهو، فطبعا لما اشرب الميه كتير هيوقف الاي دي اتش، الاي دي اتش سكريشن هيوقف وعليه هيقف الفاكالتاتيف ووتر ابزوربشن خلاص. لكن بالعكس السليوت اكسكريشن بيبقى موجود زياده، انا ماليش دعوه بالسليوت خالص. فالماكسيمم يورين فلو هتبقى 16 سم في الدقيقه، و انت انا لم اؤثر في الاي دي اتش ماليش دعوه بالسليوت، فبيبقى البول في هذه الحاله هايبوتونيك. تمام، يبقى شربت ميه كتير حصل انهيبيشن في الاي دي اتش، ما عملتش فاكالتاتيف ووتر ابزوربشن، نزل ميه كتير قوي قوي اكتر من السليوت. انا ما اثرتش في السليوت بس انا منعت امتصاص الميه، نزلت ميه اكتر من السليوت لكن ما اثرش في السليوت، ميه اكتر فعشان كده نزل هايبوتونيك 16. انما الاوزموتيك دايوريسيس زي الناس اللي عندها سكر دايبيتس ميليتس، يبقى زاد الان ابزوربل سوليوت. اللي عنده دايبيتس ميليتس ما مش عارف يمتص الجلوكوز، مش كده؟ جلوكوز تخطى الرينال ثريشولد اللي هي 180 في الفينس سايد 200 في الارتيريال سايد، فالجلوكوز نزل خلاص. الجلوكوز نزل بقى وايه معاه الميه باسموزس. الجلوكوز ده كان المفروض يمتص فين يا اولاد؟ كان المفروض يمتص في اول حته في النفس، في الايرلي بارت، في الفيرست هاف اوف ذا بروكسيم. فالجلوكوز الذي لم يمتص بسبب انه اعلى من الفاستنج ليفل، اعلى من مقدره، اعلى اسف مارينا ثريشولد اللي هي مقدره الكدني على الامتصاص. الفاستنج ليفل اوف جلوكوز اعلى مارينا ثريشولد في الناس اللي عندهم دايبيتس، اعلى من اصغر مقدره للكليه انها تمتص الجلوكوز. فالكميه التي لا تمتص في الايرلي بارت خلاص هتنزل، بس بصوا بقى معاها ماسكه معاها ميه بالاسموزس، وبتقول مين جدع فيكم يقدر يمتص هذه الميه؟ مفيش ولا واحد جدع، لان الجلوكوز ماسك الميه. الجلوكوز الذي لم يمتص في الايرلي بارت في اول حاجه في النفرون مسك الميه معاه باسموزس وقال اللي جدع يمتصها، ولا واحد جدع يقدر يمتصها. يبقى افقدني امتصاص الميه فين بقى؟ في كل النفرونز. يبقى فكر بذكاء،
يبقى افقدني الاوبليجاتري ووتر ريابزوربشن. فاكلتاتيف واوبليجاتري، لا عارف اوبليجاتري ولا عاوز ولا عارف اجيبها فقط لانه ماسكها، اللي جدع ياخدها. يبقى فقدنا الاوبليجاتري والفاكالتاتيف. بس نازل الميه فيها سولتس كتير، ده السولتس هو الاساس في اخذ الميه، فعشان كده هيبقى في هذه الحاله عندنا الازمولاليتي بتاع البول. تعال نبص عليها اهي. يبقى سببها الاوزموتيك ديوريسيس، زياده الان ابزوربل سوليوتس. خلاص يبقى السوليوت زاد بقى، عشان كده الازمولاليتي هتبقى ممكن تبقى ايزوتونيك، مش لازم تبقى هايبوتونيك فقط، لكن ممكن تبقى قد بعض بالظبط. هنا هايبوتونيك، انما هنا هايبوتونيك اور ايزوتونيك. طيب فقدت الاوبليجاتري والفاكالتيف ولارج فوليوم اوف يورين، يبقى هنا ال ADH secretion inhibited، هنا ال ADH secretion يا normal or increased. يعني ال water diuresis ده عملية أنا شربت مية نزلت مية. ليه؟ ببساطة شديدة أعيدها تاني كده نركزها. ال water دول شربت مية نزلت مية. ليه؟ لما شربت مية زاد ال water intake ما طلعش ال ADH. طب ال ADH ده كان مفروض يمتص الفاكالتي، ما حصلش فاكالتي water يبزوش، لكن لم يؤثر على السيوت خالص، سيوت لم تتأثر، بس نزلت مية بالهبل 16 ملي بير مينيت، فيبقى اليورين هايبوتونيك. انما الاوزموتيك دوز زي بتوع الدايبيتس ميليتس، الفاستنج فوق رينال ثريشولد، فالجلوكوز مسك الميه، مسكها فين؟ من اول الايرلي بارت بروكسيم، ومسك الميه دي لحد ما نزل بيها، يبقى مانع امتصاص كل النفرونز، يبقى الاوبليجاتوري والفاكالتي مش الفاكالتي بس. خلاص الاثنين انهبيتد، وبعدين الاي دي اتش ما اثرش فيه، ما عمليه مالهاش اي علاقه بالاي دي اتش، ده بالعكس ممكن يبقى زي. والبول في الحاله دي نازل سولتس، لو نزل سولتس بالظبط على قد المايه يبقى ايزوتونيك، المايه اكتر شويه يبقى هايبوتونيك. طيب نيجي بقى في عندنا الثاني نوع من الدوريسز اسمه بريشر دوريس، ثالث نوع اسمه. احنا اتكلمنا على ووتر دوريسز، اسموتيك دوريس، ده سؤال على فكره نظري بيجي. بريشر دوريس دي شرحناها، لما يزيد الضغط بينزل مايه وملح. نيجي الاهم بقى لينا كاطباء اللي هي الدايوريتيك دراجز، الادويه اللي بتدر البول. بحب اقولها يا اولاد بطريقه سهله وجميله، 1 2 3. اشهر دايوريتيك في الدنيا اسمه الليزكس فروسيمايد، الليزكس حتى الناس في مصر ينطقوها الليزكس، لان هو اسمه ليزكس. انا بحفظها لكم لاجيال. الليزكس از ا لوب دايوريتيك، ال مع ال الليزكس، اوعى تنساها مع حقيقي، بيشتغل على اللوب، بينهبت اهم كارير، الكارير الرباعي ده اللي بيعمل سيمبورت او كوترانسبورت، الواحده صوديوم واحده بوتاسيوم واثنين كلورايد، ده اشهر دايوريتيك في العالم. يبقى ده يتحفز لوحده، ادي الواحد. طب نيجي ناخد اثنين. فيه بقول ادويه او يعني مش حاجه، حاجات بتاعت ناس بتاخدها للمزاج. في ناس وبئس المصير تحب تشرب الكوليكس الايثانول. ليه الناس اللي بتشرب الكوليكس البول بيزيد؟ للالكوليكس بتقلل اي دي اتش، يبقى مفيش فاكالتي دي فوتر يابزوربش، يبقى افقدها. طيب الناس اللي بتشرب القهوه برضو لحظه البول بيزيد الكافيين، يبقى 2 و3 بقول اللي هم مشروبات المزاج، الايثانول اللي هو بئس المصير، والكافيين اللي هو اهم مشروب بيشربه الناس في العالم. فنجانين لثلاثة بيقللوا ديفينيتلي ليفر كانسر، يعني المشروب الوحيد الذي ينصح به في العالم كله هو الكافيين، بس بحدود فنجانين لثلاثة، يقلل ديفينيتلي الليفر كانسر، بس هيزود لك البول شويه مش مشكله، لانه بيزود الجلوميرال فلتريشن ريت، دي الاهم، بيزود الجلوميرال فلتريشن ريت وبيقلل الصوديوم ابزوربشن. طيب 4 5 6 انتاجونيست، يبقى بقسمها 1 2 3. الانتاجونيست ان انا اول حاجه انتاجونيست تقفل الفي 2 ريسبتور اللي بيشتغل عليها الاي دي اتش، خلاص يبقى الاي دي اتش مش هيشتغل، ما انت قفلت الريسبتور. او الدوستيرون انهيبيتور اللي هو اسمه الدكتون، والالسترون ده بيمتص الملح وبالتالي الميه، يبقى انت ما تمنع الملح هتمنع الميه، يبقى يحصل لك دورسيس اضرار. الدوستيرون انهيبيتور اسمه الدكتون. ثالث انهيبيتور اسمه كربونيك انهيدريز انهيبيتور اللي هو الدياموكس. هذا الكربونيك انهيدريز انهيبيتور بيمنع تكوين الكربونيك اسيد اللي هي مصدر الهيدروجين. احنا قلنا الهيدروجين ده بيجي منين يا اولاد؟ بيجي من الكربونيك اسيد في الرسمه اللي سميناها. يبقى انت ما قللت الهيدروجين سيكريشن. طب ايه اللي هيحصل كنتيجه نقص الهيدروجين سيكريشن؟ يبقى قللت بالتبعيه
الصوديوم والبوتاسيوم ري ابزوربشن، وبالتالي يحصل لهم اكسكريشن ومعاهم ميه. انت ما انت عارف ان الصوديوم في جزء ما مرتبط بالهيدروجين هو البوتاسيوم، فاذا لما ما تمتصش هيدروجين انك ما فيش هيدروجين هتفقد صوديوم وبوتاسيوم ووتر اللي هو الكربونيك انهيدريز انهيبيتور اللي هو الداموكس اللي كنا خدناه بنستخدمه في علاج الجلوكوما، فاكر كنا بنستخدمناه في الجلوكوما. يبقى ده السؤال الاخير اللي هو دايوريسيز اند دايريتكس. يبقى دول الاربع اسئله الاساسيه عندنا، لوب اوف هن، الفازا ريكتا، السؤال الثاني، السؤال الثالث ميكانيزم اوف يورين كونسنتريشن اند دايلوشن. ولو جالك ميكانيزم اوف يورين اند كونسنتريشن اوف يورين لازم تشرح معاه اللوب اوف هن، لازم يعني اوعى تكتب لي الحتتين اللي قصاد بعض، تشرح اللوب اوف هن. والسؤال الرابع اللي هو دايوريسيز اند دايريتكس، عندنا في اربع انواع، ووتر دايوريسيز اللي هو بسبب نقص الاي دي اتش، مفيش فاكالتاتيف ووتر ابزوربشن، خلاص سواء نقصته بدايبيتس انسيبيدس او نقصته بانك شربت ميه. الاوزموتيك دايوريسيز اللي هو زي الدايبيتس ميليتس، واحد عنده جلوكوز بياخد معاه ميه، او ساعات نعمل اوزموتيك دايوريسيز ايه؟ ندي احنا العامه نيتول يعني ملح ما يمكنش امتصاصه فياخد معاه ميه. اوزموتيك دايوريسيز لو عايزين نعمل اوزموتيك دايوريسيز يعني مش لازم تبقى مرض الووتر دايوريسيز والاوزموتيك دايوريسيز، انما انا بحب اديها كمثال. الدايبيتس انسيبيدس يمثل انهي نوع من الدايوريسيز؟ ووتر دايوريسيز. لكن هل ممكن تعمل ووتر دايوريسيز بدون دايبيتس انسيبيدس؟ اشرب ميه مفيش اي دي اتش، وصلت نفس النتيجه. اوزموتيك دايوريسيز بيمثل الدايبيتس ميليتس بيمثل اوزموتيك دايوريسيز، ما بتمتصش السوليوت اللي هو الجلوكوز فبياخد معاه ميه. لكن هل ممكن تعملها بطريقه ثانيه؟ في عندنا المانيتول بنديه في المستشفيات ملح ما تعرفوش الكدني ما بتعرفش تمتصه فلا ياخد معاه الميه وينزله، بس في الحاله دي بقى بيمنع الاوبليجاتوري والفاكالتاتيف. يبقى اهم حاجه ان الووتر بيمنع الفاكالتاتيف، انما الاوزموتيك دايوريسيز ده من الاول بيمنع الاوبليجاتوري والفاكالتاتيف. وهنا عشان كده انه سولت خد معاه ميه فممكن البول يبقى ايزوتونيك، انما في الووتر لازم يبقى هايبوتونيك لانه ميه بس، انما هنا ميه وسولت فانت وحظك الميه اكتر هايبوتونيك قد بعض بالظبط يبقى ايزوتونيك. ثالث طريقه بريشر دايوريسيز، رابع طريقه دايريتك دراجز، ودي عملتها لك بطريقه سهله، 1 2 3. الليزكس ده لوب دايريتكس بيشتغل على الكارير الرباعي اللي هو بيعمل كو ترانسبورت او سيم بورت، وانت تحفظ. طب اتنين مع بعض قلت لك مشاريب مزاج، واحده تدخل جهنم الالكوهوليكس بيمنع الاي دي اتش. طب الكافيين اللي هو اهم مشروب لازم كل الناس تشرب قهوه فنجانين لتلاته بس ما عاد، على فكره قلتها في حلقات كثيره في التلفزيونيه، ما عدا الناس اللي هي عندها مشاكل في القلب اريثميا لانه بيزود ضربات القلب ويعمل خفقان. يعني لو انا ما عنديش مشكله في القلب انصح بان انا اشرب فنجانين لتلاته قهوه مش اكتر من كده، ده ديفينتلي هيقلل ليفر كانسر ويخليك اكثر تيقظا وتذاكر حلو كل حاجه، بس ما يبقاش عندك مشكله في القلب. طب ازاي بيعمل دايوريسيز؟ بيزود الجلومير فلتريشريت وينقص الصوديوم ابزوربشن، يبقى ده واحد. اثنين، طب ثلاثة، ثلاثة انتاجونيس تقفل الفي 2 ريسبتور، تنهبت الالدوستيرون بالالدكتون، تنهبت الكربونيك انهيدريز انزيم بالداموكس، فتمنع الهيدروجين سكريشن وعليه الهيدروجين سكريشن مرتبط بالصوديوم ابزوربشن، منعت الهيدروجين سكريشن يبقى تفقد معاه صوديوم وبوتاسيوم وماي. ادي دول. يبقى عندنا يا اولاد كده خلصنا، في عجاله عندنا اللوب اوف هانل اللي هو الكاونتر كارنت ملتي بلاير، خلاص ده اللي بيصنع الهايبر اوزموتيك جريدينت، وانها ازاي او يعني اقولها لكم في عجاله كده خمس دقائق نلخص بس. عندي نوعين من الووتري ابزوربشن، اوبليجاتوري وفاكالتيف. الاوبليجاتوري 87% من الناس، 87% من الميه في كل الناس بغض النظر عن الحاله المائيه 87% من الميه اللي هتمتص اوبليجاتوري، يبقى مفيش اي دي اتش ولا تؤثر في الاوزمولاليتي. اقل من 13% حسب احتياج الشخص ياخدهم او يسيبهم، يبقى فاكالتيف اوبشنال، يبقى لازم هرمون يقول اخد ولا ما اخدش اللي هو الاي دي اتش، وفي الحاله دي ممكن البول مركز او مش مركز يبقى تغير الاوزمولاليتي. دول ثلاث اسئله في الام اس كيو. طب نيجي للفاكالتيف، مين بيعمل فاكالتيف ابزوربشن؟ واحد يفتح الباب اللي هو الاي دي اتش اللي هو بيشتغل على فازو 2 ريسبتور اكوابرين 2 بروتين شانلز، ده بيفتح الباب. ومين يشد الميه؟
قلنا مش الهاي اوزموتيك بريشر، ما متحركش غير بالاسموز. التعبير الرائع بقى هايبر اوزموتيك جريدينت، يبتدي في السوبرفيشال لير المظله 300 وينتهي تحت ب 1200. تمام. طب مين صنعه اللوب اوف هنل اللي هو الكاونتر كرم ملتي بلاير لانه ضاعف من 300 ل 1200؟ صنعه ازاي؟ سهله جدا. الاسندنج طلع ملح بس، باسيف في الثين بارت واكتف في الثيك بارت، تشيل ملح بس يبقى الفلويد يبقى هايبوتونيك 100. تمام. طب الديسندنج الملح اللي طلع من الاسندنج شافط الميه من الديسندنج، الديسندنج بالعكس يفوق ميه، الثاني كان بيفوق ملح بس ما يفوتش ميه، فالملح اللي طلع من الاسندنج يشفط الميه من الديسندنج. طب وصل 300 تبقى 400 500 لحد تحت 1200، يبقى في هايبر اوزموتيك جريدينت في المكان الغلط في الديسندنج. الانترستيشن فلويد يتعادل اوسموزيه مع مين؟ مع الاسندنج الغير منفذ؟ لا، مع الديسندنج المنفذ. يبقى زي لير باي لير 300 400 لحد تحت 1200، ده اللوب اوف هنل. يجي الفازاريكت، قلنا لو كان ربنا عمل فيسل ناحيه واحده وخرج من الهايلر كان هو نازل لقى الضغط الاسموزي بيتزايد، سحب الملح وده ميه باظ الدنيا، بيتزايد هو تشينجبل، فربنا قال له ارجع تاني. سبحان الله، قوه عاقله وراء الخلق يا اولاد. وحذلك اتعجب من وجود ملحدين. فهو راجع الملح اللي خده بسبب التزايد هو نازل يسيبه وهو طالع بسبب التناقص، يبقى ترابس الصوديوم كلورايد اند يوريا. طب تاني وظيفه، اي ميه تمتص في كده لو سبتها جوه تخفف الانتشار بيرجعها تاني باك تو جنرال سيركليشن، عشان كده كان في 3 بلسز في الرسمه دي. تمام. ولا تنسى الجمل المهمه جدا يا اولاد، ان الهايبر اوزموتيك جريدينت ده مش عامله الملح بس، ملح 60% صوديوم كلورايد و40% يوريا، عشان كده تاكل لحمه كتير يبقى عندك يوريا كتير يبقى عندك مور هايبر اوزموتيك جريدينت، تركز الاكتر. طب ثالث سؤال كان الميكانيزم اوف كونسنتريشن اند ديوريشن اوف يوريا، فاكرها؟ لو انا شربت ميه كله بقى ناقص، يبقى مفيش اي دي اتش، يبقى مفيش فاكالتاتيف ووتر ابزوربشن، يبقى انزل الملح الميه المخففه وتشرحها بالتفصيل. هنا بقى لازم في السؤال ده تشرح لي اللوب اوف هنل. اوعى يجي لك ميكانيزم كونسنتريشن اند ديوريشن وما تشرحش اللوب اوف هنل بس، ما تقوليش تشرح كله اللوب اوف هنل الاساسي عشان برضه ما تضيعش وقت طويل. وقلنا التخفيف هيحصل في مرحلتين، في الاسندنج ايمو لوب اوف هنل بتخففها ال 100. طب ايه اللي بيخليها تقل ال 50 75؟ برنسبل سيلز، انت لما ما يطلعش اي دي اتش ما فيش امتصاص ميه، بس الالستروم موجود يمتص الملح ينزلها من 100 الى 50 ل 75. لكن بالعكس لو حضرتك شربت ميه كتير يبقى في هذه الحاله ما فيش اي دي اتش فينزل يورين، قلنا دايلوتد، لكن ما هو ده اللي شرحناه اسف. لكن لو ما شربناش ميه يبقى في هذه الحاله هيحصل لي دي هيدريشن. خلاص. تاني عشان احنا شرحنا ايه الاوفر هيدريشن، الاستعجال وحش. لما اشرب ميه كتير اوفر هيدريشن، مفيش اي دي اتش، مفيش فاكالتاتيف، كان مفروض زي ما وصلت تنزل ما امتصناش ميه تبقى 100، لكن البرنسبل سيلز تحت تاثير الستروم تسحب ملح تخليها 50 ل 75. طيب لو دي هيدريشن بالعكس يطلع اي دي اتش يخليني اسحب الميه الفاكالتاتيف فينزل بول مركز. الاول هترجعه من 100 بنهايه الكورتيكال كولكتنج ترجعه تاني ايزو اوزموتيك 300. طب بنهايه المدلري ممكن تزوده لحد 1200؟ ده السؤال الثالث. السؤال الرابع اللي هي انواع الدايريتكس الاربعه. فاضل حاجه عاوز اقولها في ثانيه يا اولاد باهميتها، اللي هي الارقام دي لانها بتيجي في الام اس كيو جدا، تبقى حافظها صم، تبقى حافظ الاجمولاليتي في كل حته من نفرون. ده سؤال مشهور عالميا. البلاد 300 ملي ازمول، الفلترت ايزو ازموتيك 300، خلاص، لان كل الكريستالويدز عدت. نهايه البروكسيما اللي هي بدايه اللوب اوف هيرل 300، ليه؟ لانك امتصيت 65% صوديوم معاهم 65% كلورايد وميه، يبقى دول اشهر ثلاث 300، البلاد 300، الفلترت ايزو اوزموتيك 300، البروكسيمال هو بدايه اللوب اوف هيرل ما زال 300. طيب عند التيب اوف لوب اوف هيرل عملنا بقى هايبر اوزموتيك جريدينت، تبقى حافظ الرقم ده 1200 صح 1400 صح. طيب عند نهايه اللوب اوف هيرل هنا في رقم واحد ما فيش اختلاف في الجامعات اللي هو 100، عشان كده اعتبروا الاسندنج ليم ده الدايلوتنج بورشن، دول اشهر ثلاث ارقام. طيب ممكن ال 100 دي ما تمتصش ميه،
تمتص ملح بالبي سيلز بالالدوستيرون، مفيش اي دي اتش، مفيش امتصاص ميه، ينزلوا 50 او 75. خلاص. طيب لكن لو طلعت اي دي اتش وتمتص ميه هتحصل على مرحلتين، بنهايه الكورتيكال كولكتنج هترجعها ايزوزموتيك 300، بنهايه الميدلر كولكتنج تخليها بالظبط زي الانترستيشن فلويد هايبر اوزموتيك اب تو اب تو. طبعا ما انت حسب كميه الاي دي اتش، يعني مش هي يعني حاجه باينه، اب تو 1200 و1400. ولا تنسى ان البلاد 300 اعلى تركيز الانسان 4 اضعاف البلاد 1200، الاعداد السهله، اقل تركيز في الانسان للبول 1/4 اللي هو 75، يبقى البلاد 300 اعلى تركيز البول في الانسان 4 times 1200، اقل تركيز في الانسان للبول 1/4 75. طبعا لو قال لك 50 اتس اوكي، قال لك 1400 برضو اتس اوكي، تكبر دماغك. ولا تنسى الووتري ابزوربشن اول ثرو، في حديث الماء، الماء والهواء باسيف بالسيمبل ديفيوجن. ده كان محاضره محاضرات القويه في الكيدني، احب تسمعها مرارا ولحد ما تستوعبها كويس. ويعني اسعدت بوقتكم واتمنى اكون فدتكم يا اولاد، والقاكم باذن الله قريبا جدا. اوكي، شكرا.